بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح في الحلقة دي آخر محاضرة خالص من كورس الريبورت رايتنج. دي المحاضرة العاشرة، بتتكلم عن ايه؟ برزنتيشن سكيلز. دي اكبر محاضرة فيهم، يعني للأسف هو مش غلطتي والله، غلط يعني، هي الدكتور اللي حاطط 87 سلايد بس. الموضوع لو جيت تبص له بإذن الله مش كبير، مش كبير خالص. هو بيتكلم عن كذا موضوع كده، عناوين رئيسية اللي وراها انت تقدر تتوقعه حتى من غير ما، من المعلومات اللي سهل توقعها، ما فيهاش كلام جديد قوي. الحتة اللي فيها حفظ هنبه عليها واقول لك عليها، وفي الحالتين انا مش مسؤول عن اللي يجي او ما يجيش. انا بشرح لك السلايدز وانت المفروض انت المسؤول تحدد ايه المهم وايه اللي مش مهم، تمام كده؟ بس انا هجتهد قد ما اقدر يعني، فخليك معايا. بيقول لك الكونتنتس اللي هنتكلم عليها زي ما قلت لك، النقط اللي هنتكلم عليها ايه؟ هيديك مقدمه الاول عن ازاي تعمل برزنتيشن. ايه هو البرزنتيشن الاول؟ يعني عرض تقديمي، يعني ازاي تعمل حاجه الناس تشوفها. يبقى الاساسي في الموضوع ان احنا بنتكلم عن انك واقف قدام ناس، ان انا هقدم شيء لناس. يبقى اعرف دايما طول ما انت ماشي في الشابتر او في الدرس اللي بتذاكره، انا بتكلم عن ايه؟ كل شويه فكر نفسك، بتكلم عن واحد واقف قدام ناس بيقدم لهم معلومه، هيعمل لهم برزنتيشن، هيقدم عرض تقديمي، شيء بيتقدم للناس. هو بيعلمك قال السكيلز بتاعت العرض التقديمي ده ازاي تعمله، ازاي تستمع لو انت قاعد لو انت في الجماهير، ازاي تعد الشيء نفسه اللي الناس هتشوفه، الماتيريال نفسها. بيعلمك كل حاجه تحيط بالايه، بالشيء ده، بالموضوع ده اللي هو برزنتيشن، تمام. هيكلمك عنه زي ما قلت لك في ايه، اول نقطه هيكلمك انترودكشن، ليه البرزنتيشن مهمه، وهل اي حد يعرف يقدم برزنتيشن، وهيديك مقدمه مفهومه. تاني نقطه هيكلمك عن حاجه اسمها الفيجوال ايدز، اللي هي الشيء اللي بيساعدك بصريا، الحاجات اللي انا بقدم بيها المحتوى ده، الشيء اللي هكتب عليه، الشيء اللي هعرضه، الخرائط، الرسومات، الاشياء المرئيه، كل حاجه يمكن ان تساعد بصوره بصريه هيشرحها لك في الجزئيه دي وهفهمها لك كلها ان شاء الله. يبقى دي بتتكلم عن ازاي هعرض، يبقى ركز بقى، مقدمه، بعد كده ازاي هعرض، بعد كده ازاي هتكلم. هيديك كورس مختصر جدا، يعني هو الحلقه النهارده كورس مهم جدا الكل عاملاه، انك تعرف ازاي تقدم برزنتيشن اسمها الكويك سبيتش، ازاي تتكلم صح. هيديك كورس سريع، كورس كويك كده اهو، في انك ازاي تتكلم بطريقه مظبوطه كواحد سبيكر او كمتحدث للجمهور. بعد كده هيكلمك، بما انك علمك ازاي تعرض الكلام اللي هتقوله وازاي تتكلم، هيعلمك ايه، ازاي لو حصل لك مشكله تتعامل معاها. فيعلمك ان المنصه ممكن يحصل عليها، او وانت على الستيج فوق بتلقي المحاضره او بتلقي العرض بتاعك، ممكن يحصل لك بيت فولز او بيت فولز، انت زي ما انطقها، اللي هي مشاكل او يعني ايه، منزلقات، يعني حاجات تحصل لك، دروبات كده، وتتعامل معاها ازاي. المايك فصل، النت قطع، مش عارف، نسيت اللي انت هتقوله، كل ده هيعلمه لك ازاي تتعامل معاه. بعد كده، بما اني افضل وسيله او اشهر وسيله لتقديم او لاعداد المحتوى المرئي هي باوربوينت، البرنامج اللي احنا بنشتغل بيه اللي هو زي ده كده اهو. فهو هيعلمك ازاي بقى تستخدمه، ومش هيعلمك ازاي تستخدمه كسوفت وير، لا، ايه اهميته، ايه المميزات، ايه العيوب. وهو غالبا مركز قوي على العيوب، يعني انت هتطلع من الحلقه كاره الباوربوينت واللي جابوه، مع ان ده مش طبيعي، يعني مش ده حقيقي، مش ده الصح. هو غالبا الدكتور اصلا عامل السلايدز دي بالباوربوينت، يعني تخيل بتزم في باوربوينت بسلايد انت عاملها بالباوربوينت. فالمهم يعني، واخر حاجه خالص هيعلمك ازاي تستمع لو انت واحد من الجمهور. يبقى تاني، الحلقه هنتكلم فيها عن ايه؟ انت ممكن تتوقع، غمض عينك كده، البرزنتيشن ممكن تتكلم فيه عن ايه؟ ازاي هتكلم قبلها، ازاي هعد الشيء اللي هشرح عليه. يبقى الفيجوال ايد هي الحاجه اللي هشرح بيها، السبوره، الكلام اللي هيتكتب عليها، طريقه الكتابه، كل دي الكلام اللي هيتكتب. ثانيا، ازاي اتكلم. ثالثا، ازاي اتعامل مع المشاكل اللي ممكن تحصل لي. خلاص كده خلصنا. طيب، ولو انا هستخدم باوربوينت، ايه المميزات وايه العيوب؟ اخر حاجه خالص، لو انا اصلا مش السبيكر ده، انا واحد من المستمعين، ازاي يبقى عندي اخلاق الاستماع الصح، يعني الليسننج مانرز، اللي هي اسمها ايه، الاداب بتاعه الاستماع، الليسننج مانرز، اللي هي اداب الاستماع. يلا بينا على اللي وراها. اول نقطه فيهم بيكلمك عن الانترودكشن، بيقول لك اكنه يعني ايه، بياخد نفس كده، بيقول لك ان ان الكترونيك سلايد شو وذ تيرلينج بوليت بوينتس. يعني بيقول لك كده، ركز بقى، بيقول لك كان في يوم من الايام كده عندنا سلايد الكترونيه، عشان يبدا معاك الحوار، ان هو بيكلمك عن عرض يعني تقديمي في صفح قدامك، بيخليك تتخيل يعني. هل بقى تعتقد do you believe that if you bring the laptop connected to the projector you are off the hook؟ هل انت تعتقد انك لو جبت اللابتوب بتاعك او جبت الكمبيوتر اللي هتعرض عليه وشغلت البروجيكتور اللي هو جهاز كده بيطلع نور، بيحول اللي على الكمبيوتر ده لصوره على شاشه كبيره، يعني بيكبر شاشه الكمبيوتر، بيعرضها لك بضاءه كده على شاشه كبيره، اكيد حد فيكم حضر الكلام ده يعني، تمام؟ يقول لك هل تعتقد انك لو شغلت اللابتوب وشغلت البروجيكتور ووصلته باللابتوب، هل انت كده خلاص نجيت، يعني انت كده خلاص قدمت العرض، انت كده بقيت قادر انك تقدم عرض؟ قالك لا. هو عايز يقول لك، يعني بيدخلك في الموضوع بان يقول لك ان لازم يكون في سكيلز عندك عشان تعرض برزنتيشن بطريقه مظبوطه. يبقى كلمه يو ار اوف ذا هوك معناها هل انت كده نجيت من الموضوع، هل انت كده حققت التارجت بتاعك، هل فلتت منهم، فاهم الفكره ايه؟ يبقى ار اوف ذا هوك ممكن يدمج درسين في بعض، يجيب لك سؤال كايديوم ويقول لك معناه ايه، هنا ده ايديوم اهو، يو ار اوف ذا هوك معناها ان انت
نجيت من الموضوع يعني خلاص انت كده هربت يعني من المشكله. لا انت لسه عندك مشكله وهي انك لازم يكون عندك سكيلز. تمام؟ فدي اول نقطه. الاجابه طبعا هتبقى نو، اكيد مش كافي ان انا اوصل اللابتوب بالبروجيكتور عشان يبقى عملت عرض، لا لازم يبقى عندي مهاره العرض دي وازاي اتكلم وازاي اقدم. دي اول سلايد، هتلاقي الموضوع بسيط باذن الله. بعد كده ركز بقى، كل سلايد بسؤال، كل سلايد بموضع سؤال. يقول لك وات ميكس ا برزنتيشن ورك، ايه اللي ممكن تتوقع ان هو يخلي البرزنتيشن يبقى يؤدي وظيفته بطريقه صحيحه، ان انا عامل عرض تقديمي بقدمه للناس. انت فكر كده، محتاج انا ايه عشان اعرف اقدم البرزنتيشن بطريقه صح؟ اول حاجه الباشن، او ان انا يكون عندي شغف باللي بقدمه. اكيد في فرق بين واحد بيشرح الماده وهو كارهها وهو اصلا مش طايق مادته اللي هو بيشرحها ولا طايق الموضوع اللي بيتكلم فيه، فبالتالي مش فاهمه حلو، او لو حتى فاهمه انت هتحس ان هو مفيش حيويه في شرحه، الشرح بتاعه ميت كده، اللي هو انا بتكلم فيه، انا مش عايز احضر النهارده، انا ايه اللي جابني؟ فاهم الفكره دي؟ ده طبعا بيبقى شيء سيء. فعكسه ايه؟ ان يكون عنده باشن، ان يكون هو شغوف باللي بيقوله، شغوف مبسوط باللي بيعمله. واحد بيكلمك مثلا في البروجرامنج فهو بيحب البروجرامنج، لو سمعت ديفيد مثلا بتاع كورس سي اس اف تي راجل شغوف جدا باللي بيعمله، فبتحس انت حابب اللي بيتعمل. فيبقى اول نقطه عشان تخلي البرزنتيشن ورك انك تكون عندك الباشن او الشغف، السبيكر يكون شغوف باللي بيقدمه. تاني نقطه، ما ينفعش لو انت شغوف بس المحتوى رديء، الا ينتج برزنتيشن رديء. يبقى لازم يكون عندك جود كونتنت. بنثبت الحاجه بمفهوم المخالفه، يعني بقول لك لو هي لا هتبقى ايه، فلو هي محتوى سيء هيبقى البرزنتيشن سيء، يبقى لازم يكون في محتوى جيد. يبقى اول نقطه تكون شغوف باللي بتقدمه، يكون المحتوى نفسه جيد، ويكون عندك بقى اهم نقطه هي مهارات الايصال، ازاي توصل المعلومه صح، delivery skills، ازاي يكون عندك مهارات ايصال المعلومه. ما ينفعش تكون راجل شغوف يعني بتحب المجال جدا والمحتوى بتاعك ممتاز جايب مع محتوى خرافي، بس انت ما بتعرفش توصل معلومه. فانت كده عندك ايه يعني، عندك المصدر وعندك المستقبل، مين بقى اللي هيوصل في السكه؟ فهمت الفكره ايه؟ فاهم نقطه تكون شغوف، المحتوى جيد، وتكون بتعرف توصل المحتوى الجيد ده بالشغف اللي عندك. يبقى انت عندك الاداه وهي الشغف، وعندك المحتوى الجيد، ناقصك ايه؟ ناقصك المهاره انك توصل المحتوى الجيد ده بالشغف بتاعك. يبقى انك تخلي برزنتيشن يشتغل بطريقه صح محتاج الباشن اللي هي الشغف، المحتوى الجيد، مهارات الايصال بتاعت المعلومه، وانك تمارس بطريقه كتير. اكيد انت مش تطلع اول مره في حياتك تقوم شارح على المسرح من اول مره، لازم تتدرب وتقف في مرايه وتقف في مش عارف مين وتشرح لاربع اصحابك لحد ما توصل انك تعرف تشرح بطريقه جيده وتقدم عرض محترم. يبقى اخر حاجه هي البراكتس، اللي من ضمن حاجاته انك تبراكتس على فيجوال ايد، يعني تستخدم سبوره او تستخدم حاجه مرئيه يعني او كمبيوتر اي نيك، تحاول تجرب التدريب بتاعك يكون على حاجه مشابهه للواقع، تعمل سيميوليشن يعني. يبقى تاني، غمض عينك كده، انا عايز اقدم برزنتيشن بطريقه كويسه، محتاج اكون ايه؟ شغوف باللي بقدمه، محتاج اكون عندي محتوى جيد، محتاج اكون عندي مهارات ايصال للمعلومه كويسه جدا، بعرف اوصل المعلومه صح. اخر حاجه اتدرب على ده كتير. انا مغمض عيني وبقولها لك على فكره، انا مغمض عيني خلاص. دي اول صفحه هيجي لك عليها ثلاث اسئله مثلا، ثلاث اسئله يقول لك ايه اهم، ايه اول نقطه في ان تخلي البرزنتيشن يورك؟ تقول له الباشن، اهم حاجه يكون عندك هي الشغف. ويقول لك في السؤال ايه اللي من الاتي يكون من الحاجات المقاومه بتاعت البرزنتيشن، ويقول لك الاربعه، تقول له قول. فهمت الفكره؟ كل دي انواع اسئله هتلاقيني حاططها لك. ركز بقى، dont overlook setup، لا تهمل الاعداد. انت دلوقتي رايح تدي برزنتيشن، ما تهملش انك تعد المكان كويس. يعني قبل ما اديلك، قبل ما نخش في الموضوع وانك ازاي تتكلم، محتاجين نقول لك ازاي تعد المكان كويس، ازاي تجهز الادوات والاجهزه والكلام ده. فيكلمك الاول عن السكرين والايمج سايز، هتعرض شاشه على الكمبيوتر، هتعرضها على البروجيكتور، تعمل حجمها قد ايه؟ يعني اجيب بروجيكتور، وبيفترض انت المتحكم في كل شيء، فهل البروجيكتور اجيبه كبير ولا صغير؟ قال لك على حسب ايه؟ حسب الاودينس اللي عندي. لو كتار هجيب سبوره اكبر، لو قليلين هجيب سبوره صغيره. بس هل بس كده؟ قال لك لا، ركز بقى، هتخليه يحقق الشرطين دول، وهي ان الناس اللي ورا يقدروا يشوفوا، والناس اللي قدام يبقى راسهم فوق اقل نقطه من الصفحه. بالعقل كده، انا قاعد في اول صف، تخيل لو انا قاعد في اول صف والستيج ارتفاعها مخبي نص الصفحه التحتاني، يا فرحتي انا مش شايف حاجه. يبقى هتلاقي ده ترجمه الجملتين دول، people in the back in the back row can see، لازم الناس تقدر تشوف اللي في الصف الاخراني خالص، يقدروا يشوفوا، تتشك ان الناس اللي في الاخر خالص هيقدروا يشوفوا الصفحه بتاعتك. طب لو مش قادرين كبرها، افضل جهز المكان بحيث ان اخر واحد خالص يبقى يعني الورست كيس ان الاخير يبقى سيء. طيب البوتوم اوف ايمج اباف هيدز اوف بيبل ان ذا فرونت رو، ان الصفحه تكون فوق رؤوس الصف الاول عشان يقدروا يشوفوها. لانك لو نسيت دي وحطيت اول صف من الكراسي والناس قاعده شايفه الاستيج، شايفه الخشبه مش شايفه الصفحه، او شايفه نصها متاكل، ده طبعا شيء سيء للغايه. فعشان تحقق سكرين سايز مناسب، لازم تحقق الشرطين دول، ان الاخير خالص يشوف وان الاولاني خالص يشوف. فكر انت فيها في الامتحان وشوف السؤال هيجي لك ازاي. سيتنج ديستانس، ركز في القاعده دي بسيطه جدا بس محتاجه حفظ شويه. يقول لك في قانون كده حطيناه للمسافه بتاعه الكراسي،
قال لك لازما، بص بقى انا بسميها ايه، يضمن يكون القريب بعيد والبعيد قريب. ازاي؟ يعني احفظ الجمله دي، القريب بعيد والبعيد قريب، يعني القريب يكون بعيد عن الشاشه بدرجه كافيه لانه يشوف كويس، وان البعيد يكون قريب بدرجه كافيه لانه يشوف كويس. ايه رايك في الجمله دي؟ عكس عكاس. طيب ازاي القريب؟ لو تخيل ان انت قريب جدا لدرجه انك قاعد تحت رجل السبيكر، يا هعوج راسي لفوق، شفت العرق؟ قال لك لا. ولو تخيل انت بعيد جدا لدرجه انك مش شايف اصلا اللي مين هنا، انتوا بتعملوا ايه هنا يا جماعه؟ فاهم الفكره؟ فده يبقى شيء سيء جدا. فلازم القريب يبقى بعيد بدرجه كافيه، بدرجه حلوه بحيث يشوف كويس، والاخير برضو يكون قريب بحيث يشوف. فهمت الفكره؟ طب بمقدار كام؟ قال لك انا بقى هظبط الارتفاع بتاع الصوره اللي انا بعرضها بحيث انها تكون اقرب واحد، اقرب واحد بعده عن السبوره، ركز بقى كده، اقرب واحد يكون بعده عن السبوره اكبر بضعفين الارتفاع بتاع السبوره بتاعتي او الصفحه بتاعتي او السكرين اللي بعرضها. يبقى يكون فروم نير سترو، اقرب صف خالص بعيد عن الصفحه بتاعتي اللي بعرضها بمقدار ضعف الارتفاع بتاعها. يعني لو افترضنا السبوره بتاعتي اللي هي الصفحه دي كده اهو متر في متر، او خليها مترين في مترين، جميل، مترين في مترين، يبقى ده معناه ان اول صف هيكون مترين وانت طالع، مترين ثلاثه، والله هيبقى حلو لحد هنا. انما لو حطيناه قبل المترين، لو حطيناه بعد يعني قرب متر ونص مثلا من السبوره، هيبقى قريب جدا لدرجه ممكن ما يشوفش حلو، هيبقى قاعد تحت رجلك. فاهم الفكره؟ طيب والاخير خالص يكون بعيد لدرجه ما تزيدش عن 8 اضعاف الارتفاع. يبقى لو الصفحه ارتفاعها متر، هو ما يزيدش عن 8 متر. ليه؟ لانك لو زودت عن 8 متر انت كده مش هتشوف حاجه. هي الحسبه دي عملوها حسبه بصريه بسيطه جدا، يعني الموضوع بتاع دكاتره عيون يعني. فانا مش عايزك تحفظها، عايزك تحفظ بس توايس وايت وفكر في الامتحان، ما تفضلش تبصمجها وتيجي تقول هي كانت اكبر ولا اصغر. يعني مش محتاج تفكر، هو اللي يعني مش محتاج قصدي تحفظها، اللي في الاول محتاج يكون بعيد بدرجه ان ما يكون يعني ضعف الارتفاع يكون هو ازيد منه، والاخير محتاج يكون 8 اضعاف او اقل، 8 اضعاف الارتفاع او اقل. ليه مش اكتر؟ يعني انت ليه ما تغلطش في امتحان وتعمل دي اكبر منه؟ لان لو اكبر من 8 اضعاف مش هيشوف يا حبيبي. فاهم الفكره؟ فهو لازم يكون 8 او اقل بس كده. انا عايزك بس تفهم دول، ولما اقول لك في امتحان تعيد التفكير تاني زي ما انا قلت لك. طيب ونعمل ايه تاني؟ قال لك الستاجر تشير بليسمنت ان ادجيسنت روز تو انكريز فيزابيلتي، يعني تحط الكراسي المتدرجه. الستاجر تشير دي معناها الكراسي اللي تبقى فوق بعضها زي المدرجات كده، شفت مدرج، شفت الاستاد، الصف الاولاني الثاني اعلى منه، الثالث اعلى منهم، اعلى منهما، الرابع اعلى منهم، وهكذا. يبقى بنعملهم الادجيسنت روز، بنخلي الصفوف المتواليه بنخليها ايه في صوره تدريجيه، بنخليها ستاجرد شير. طب ليه؟ عشان انكريز الفيزابيلتي. تمام. بيقول لك دون اوفرلوك سيت اب، لا تهمل الاعداد. بيكمل لسه على الكلام اللي فات. اعد ايه تاني كده؟ اعدادنا، ركز كده، اعدادنا الصفحه اللي هنعرضها والكراسي تتحط فين، ناقص نعد ايه؟ البروجيكتور نفسه، المكان اللي هنعلق عليه الصفحه اللي هتنقلنا شاشه الكمبيوتر. البروجيكتور ده عشان اللي ما يعرفش، شاشه الكمبيوتر بتطلع اضاءه، جميل كده، بنوصلها بجهاز، الجهاز ده بيحول شاشه الكمبيوتر لشاشه اكبر على الحيطه. الحيطه دي بقى اسمها بروجيكتور، الحيطه المخصصه لعرض الضوء عليها دي اسمها بروجيكتور. جميل؟ اولا بيقول لك خلي فيه مسافه فاصله عشان تحط عليها البروجيكتور، ويعني خلي مكان فاضي للمكان اللي اتحط فيه البروجيكتور، ما تحطوش في وسط الزحمه، او يكون قدامه عائق، او يكون قدامه شيء عمود مثلا مش هشوف منه، يعني خلي مخك شغال، دي اساسيات. ويكون في رفوف للترانسبيرنسيز. ايه الرفوف دي؟ رفوف كده رف مثلا او درج احط فوقيه الورق اللي هيتعرض على البروجيكتور ده. يعني البروجيكتور ساعات بيبقى انا في ورقه بكتب عليها، واللي بكتبه بيتصور ويتعرض على البروجيكتور ده. فالورق ده اسمه ترانسبيرنسيز، ترانسبيرنسيز معناها الاوراق الشفافه. يعني ايه اوراق شفافه؟ ورق كده الكتروني بكتب عليه، واللي بكتبه بيظهر على السبوره اللي هو البروجيكتور دي. البروجيكتور لينز شودنت بلوك ذا فيو، لازما العدسات ما تقفلش الصوره، ما تبقاش كات مع الناس، ما تبقاش الصوره كبيره جدا فانت عامل زوم قوي، او صغيره فحت فانت مش شايف حاجه، المهم انها ما تقفلش الرؤيه وخلاص. فاهم يعني؟ دي جمل بديهيه، انت لو غمضت عينك وفكرت تجيب دول هتجيبهم. اللي هو انا لازم اسيب مسافه او مكان فاضي للبروجيكتور، لازم اخلي فيه سبيس تو هولد بروجيكتور، ولازم احط شيلفز فور ترانسبيرنسيز، ولازم اخلي ان انا احط اماكن احط عليها الورق اللي انا هصور عليه، او الورق المصغر ده اللي هو الالكتروني، وان اخلي العدسات ما تقفلش الرؤيه. تمام. طب اللايتنينج، الاضاءه، انا كده عملت اعداد، عملت سيت اب للسكرين، للاماكن القعود، للبروجيكتور، ناقص ايه؟ اظبط الاضاءه، الدنيا هيبقى فيه نور على الشاشه، فلازم انا اظبط هي الاضاءه جامده ولا اضاءه خفيفه. انت فكر كده، لو اضاءه جامده جدا انت مش هتشوف السكرين، لان النور الجامد ده هيطغى على اضاءه السكرين فمش هتشوفها، هتلاقيها باهته كده. ولو ضعيف قوي عينك هتزغلل من كتر الاضاءه بتاعت السكرين. فالحل
نعمل ديمد لايت. يعني ايه ديمد لايت؟ يعني ضوء خافت، نور هادي كده، نور لذيذ كده، في اللذيذ لونه بني ولا اي حاجه كده خفيف، يبقى لذيذ قوي. ديمد لايت عشان الناس تشوف بعضها وهم قاعدين في القاعه، وفي نفس الوقت يشوفوا السكرين بوضوح، ما يبقاش النور طاغي على نور السكرين. يبقى بيقول لك ديمد لايت از بير، ده افضل نوع من انواع الاضاءه. تيرن اوف سيلينج لايت كلوزست تو ذا سكرين، ده موضوع بديهي، اكيد اقفل اللمض عشان تشوف، اللمض القريبه من الشاشه اقفلها. فبيقول لك السيلينج يعني السقف، النور بتاع السقف ده اطفيه، بتاع الاسقف القريبه من الشاشه عشان تعرف تشوف الشاشه بوضوح. طيب كل دي معلومات هتجيلك سيبريتلي كده، كل واحده تيجي في سؤال، فتركز في كل حرف. الديمد لايت او الديمد لايت هو افضل نوع من انواع الاضاءه، الضوء الخافت. بعد كده لازم تقفل انوار السطح اللي هي السقف يعني، عشان اللي هي القريبه من الشاشه عشان تبقى الشاشه اكثر وضوحا. شكرا، خلاص كده يا معلم، خلصت اعداد، جهزت الوقفه، يلا نقف بقى. بيقول لك prepare properly، جهز نفسك بطريقه صح، يعني اعد نفسك بطريقه مظبوطه. اعد نفسي ازاي؟ يعني اوصل 30 دقيقه بدري، هجي لك في السؤال صدقني، دي نقطه تيجي في السؤال، يقول لك اوصل قد ايه بدري؟ قول له 30 دقيقه. لازم انت كواحد سبيكر توصل على الاقل 30 دقيقه بدري. ليه؟ عشان تعرف تجهز اللي فات ده كله، تتشيك ان الحاجات دي اتعملت صح، تتشيك المقاعد، تتشيك اكيد القاعه اللي انت رايحها معموله صح، بس انا بتكلم تجهز معدتك، تفرش العده، فاهم؟ confirm that equipment works، تتاكد او لازم قبل ما تبدا العرض تتاكد ان المعدات شغاله، البروجيكتور ما يكونش فيه عطل. بلاش تكتشف وانت واقف معاه، يعني بلاش وانت جوه المحاضره تكتشف ان الكمبيوتر بتاعك كان محتاج يعمل نسخه، فاهم الفكره؟ فبلاش كده يعني. placement of screen، انك تتاكد او تعد موضع او مكان الشاشه تتحط فين، تحط في نص القاعه يمين شويه عشان انت هتقف على الشمال، يمين عشان شمال عشان تقف على اليمين، وهكذا. تجهز اللايت، النور، والليجيبيليتي، قابليه القراءه، شرحناها في الحلقه بتاعت التايبوجرافي بتاعك، الليجيبيليتي تمام. ريموت كنترول، تجهز الشيء، المكان، الشيء اللي تتحكم بيه في السبوره دي، انك تقلب ازاي، تشوفه شغال ولا لا، بتتشيك يعني، بتبربر كل حاجه، بتجهز كل حاجه، وبتجيب حاجه اسمها الباك اب بيرسون، الشخص البديل ليك، عشان حضرتك لو مت وانت على الستيج ما ينفعش نضيع موضوع الهام اللي بنتكلم فيه، فلازم الواحد يطلع يكمل مكانه ونبقى ندفنك بعدين، مش قصتنا يعني. فنجيب باك اب بيرسون. جميل، خلاص كده، يبقى عشان اعد اعداد جيد خلاص جهزت السبوره والبروجيكتور واللايت. عايزين نلخصهم لك، بقول لك يبقى لازم تعد اعداد جيد وخلاص. ايه الخطوات اللي اعد بيها اوصل 30 دقيقه بدري؟ فكر في الموضوع عشان تقولهم صح، واتاكد ان المعدات سليمه، واحط مكان السكرين صح، واجهز الاداره، واشوف الريموت كنترول شغال ولا لا، واجيب بني ادم معايا عشان يقول مكاني لو انا اتوكلت على الله. جميل، delivery tips، نصايح عشان توصل المعلومه بطريقه صحيحه. انا اشك ان اللي كاتب الكلام ده حد من اللي بنسمعه، يعني في حاجه غلط، فاهم الفكره؟ كلام جميل جدا، بيقول لك dont read slides، لا تقرا السلايدز، يعني شايف النصيحه؟ مش عارف اعملها بلغه الاشاره غالبا. المهم ان هو يقصد ما تفرهمش، يعني بلاش تبقى ريكوردر، فاهم؟ ما تسجليش السلايدز وتقول لي ايه ده الشرح. dont read slides، لا تقرا السلايدز، اشرحها. لازم تبقى بتوصل المعلومه بقدر المستطاع بطريقه كويسه، او بيتقال انها طريقه كويسه، مش لازم انت يعني، حاول قدر المستطاع يعني، بلاش تقرا وخلاص، يعني كله حلو الا انك تقرا. جاست اقرا كده خلاص. يبقى اول نصيحه بيقدمها لك عشان تقدم المعلومه بطريقه صح، dont read slides، ولكن اشرح السلايدز بطريقه صح، وصل المعلومه بقدر المستطاع. قنا الايه الاجر والثواب. ديستريبيوت هاند اوتس، ايه الحته دي بقى، ركز فيها كده. يعني ايه اوزع الهاند اوتس؟ الهاند اوت ده انا كواحد رايح اعمل برزنتيشن، بعد ما بخلص يبقى افتر يور برزنتيشن، بعد ما تخلص اعداد البرزنتيشن بتاعك بتعمل منه مثلا فايل مختصر، حاجه كده فايل بي دي افايه كده، بحولها بطبعها بعدين. اللي بطبعها دي بقى بتبقى كراسه كده خمس ست صفحات فيها ملخص اللي هقوله في المحاضره، ملخص سريع مع ترك اماكن للاسئله اللي انا ممكن اسالها للجمهور، فاهمني؟ طيب اما اخش اعمل ايه؟ خلاص انا خلصت البرزنتيشن بتاعي، قمت عاملها وجهزتها وطبعتها، قد ما اخش او موزع على كل الجمهور اللي قاعدين، وخد واحده 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 اوزع عليه النشرات دي، او اللي هي الهاند اوت اللي هي المذكره دي. طب ايه لازمتها؟ هتوفر عليه ان هو ياخد نوتس فيتشغل عن السماع، ان هو يطلع ورقه مخصوص ويعمل، ممكن يكون مش جايب ورقه ومعوش مش عارف ايه، لا ده انا بديله ورقه جاهزه ومعده خصيصا اللي انا هقوله، فهو كده هيعرف ناخد نوتس بطريقه حلوه، يعني معاه ملخص اللي انت هتقوله كله. ثانيا لو سالت سؤال يعرف يبقى معاه مكان يجاوب فيه. جميل، يبقى هي بتساعدك جدا انك تتفاعل مع الجمهور. يبقى عشان توصل معلومه بطريقه صحيحه، من ضمن النصائح يعني انك تديستريبيوت او توزع هاند اوتس، يعني مش نشرات مع الجمهور فيها ملخص انت بتقوله. طب بعملها امتى؟ قبل ما اعمل برزنتيشن؟ اكيد لا، يعني لسه ما عملتوش اساسا، فهلخصه ازاي؟ اكيد بعد ما عملت البرزنتيشن اللي هو الورق اللي هو الماتيريال بتاعته، مش المقصود بعد ما قدمت البرزنتيشن، لا
بعد ما عملت البرزنتيشن على الكمبيوتر مثلا وجهزته، او مطبع منه ملخص، يعني معناها بعد ما خلصت اعداد ليه مش بعد ما قدمته. ركز في الجمله دي، مع اني مش هجيلك بس انا بعرفك يعني. نيفر ابولوجايز، وانت بتدي المعلومه او يعني انت قاعد بتشرح كده ما تعتذرش. ليه؟ اعتذارك هيخليهم ياخدوا بالهم من الغلط. اللي قاعدين قدامك غالبا ما يعرفوش اي حاجه عن اللي انت بتقدمه، فغلطتك مش هتوضح، هتوضح لما انت توضحها. هتقول له يا جماعه انا اسف ان المعلومه دي كانت المفروض 1950 او 1940 ونص، بلاش كده. فاهم الفكره؟ ما تعتذرش، انك هتبين انك جاهل، خليها من الدارية. طيب يا نصائح ايصال المعلومه، لا تقرا السلايدز فقط، وزع هاند اوتس عشان تساعد الناس ان هم يتواصلوا معاك. لا تعتذر، لان الاعتذار هنا مش في مكانه. الاعتذار حلو بس هنا مش في مكانه، هيوضح غلطتك وهتبقى الموضوع هيعمل ديستريبيوشن، هيعمل ديستراكشن للناس، تشتيت. جميل. كل ده يجيلك في الاسئله ازاي؟ يسالك يقول لك من الدليفري تيبس كذا، تقوم قايل له ده او ده او ده او الثلاثه مع بعضهم لو جالك في الاختيارات. يقول لك من ديستريبيوت الهاند اوتس امتى؟ اقول له افتر ميكينج برزنتيشن، بعد ما نعملها. هل من المرجح، بص كام سؤال، ثلاث اسئله حد لك. هل من المرجح انك تابولوجايز وايل ميكينج ا برزنتيشن، انك او وايل ده ميكينج ا شو مثلا وانت بتقدم العرض، هل من المرجح او من الموصى به انك تابولوجايز؟ قول له لا، ممكن يجيلك 50 سؤال في الصفحه دي، فانت اقرا بفهم عشان تساعدني انا يعني. فيجوال ايدز، تاني نقطه. يبقى دي كده كلها على بعضها كده مقدمه، هي دي الانترودكشن. تاني نقطه الفيجوال ايدز، اللي هي الحاجات اللي هتساعدني في العرض بتاع المعلومه بصوره بصريه. ليه طيب بصوره بصريه؟ عشان دي تبقى اسهل في ايصال المعلومه، فهيدي لك كل حاجه ليها علاقه بالفيجوال ايدز. ايدز يعني مساعدات او معينات، فيجوال يعني بصري، يعني معينات بصريه، شيء هيساعدك انك تعرض معلومه، سبوره، ورق الكتروني، مش عارف، عرض تقديمي، فايلز انا بشرح منه دلوقتي، كل دي اسمها معينات بصريه، فيجوال ايدز. واي يوز فيجوالز، ليه نستخدم فيجوالز؟ يعني ليه نستخدم حاجه بصريه؟ المفروض انت تجاوب، عشان ده هيساعدني افهم احسن، increase understanding كمستمع انا كواحد متلقي يعني. وكمان ايه؟ it is the visual age، انه عصر المرئيات، انه عصر المرئيات، يعني عصر الزمن اللي احنا فيه دلوقتي كل حاجه فيه بقت فيجوال، فطبيعي ما ينفعش ارجع تاني للعصور القديمه واشرح لك بالتقنيات اللي كانت موجوده ساعتها. ان انا مثلا اشرح لك بمقاله ما بقاش حد يقرا مقالات، او اجيب لك دوريه ما حدش بيقرا الدوريات، فالحل اشرح لك بطريقه بصريه. يبقى احتاجنا سبورات واحتاجنا بروجيكتورز والحاجات دي اخترعناها عشان نساعد او نواكب العصر اللي احنا فيه من التقدم البصري. طب ايه تاني؟ most of what people learn is ingested through their eyes not their ears، يعني اغلب اللي الناس بيتعلموه هو جاي من عيونهم مش من ودنهم. يعني مجرد ان انا اسمعك معلومه هتثبت معاك بس بنسبه قليله، طب اوريها لك وبعدين بتكلم بقى وهي موجوده قدامك كمنظر، الشيء ده بيساعدك تثبت المعلومه اكتر. تخيل انت دلوقتي تسمع المحاضره ومتقفل عليك الصوره ووريتك ايه؟ ودن بس تسمعني كده، يا جميل، يعني مفيش اي حاجه هتفهم معاك نسبه اقل بكتير. انما لما اوري لك السلايدز واوري لك واتفاعل معاك كده هتلاقي نفسك فاهم حلو. جميل. نسبه كام لكام؟ 10% هتفهم المعلومه او هتفتكر المعلومه لو هي سبوكن بس، 66 لو هي سبوكن وسين، يعني لو مقروءه ومسموعه، لو ايه، لو مرئيه ومسموعه، اسف. يبقى الرؤيه بتزود نسبه فهمك ونسبه استرجاعك المعلومه بنسبه حوالي 66%. جميل. عكس 10% بس لو هي سبوكن فقط. جميل. طب ايه تاني؟ ان انا بستخدم فيجوال بسيف تايم. تخيل انا بقول لك مثلا عارف الشيء الفلاني، عارف البروجيكتور ده اللي هو شفت انا بقى ساعه بشرح في البروجيكتور، كان الاسهل او داخل على جوجل جايب لك كاتب بروجيكتور ووريك شكله خلاص اوديت. يبقى الفيجوال بيختصر كلام، الصوره فيها 1000 كلمه، الصوره الواحده تحمل بداخلها 1000 كلمه، فهي دي انها بتسيف تايم. ريسيفد فاستر باي ذا برين، وعقلك بيفهم معلومه اسرع باستخدام البصر. اما افضل لما اعرف لك شيء معين، ودي غلطه تعلمنا المصري، يقعد يعرفك الكلام نظري نظري نظري، فين فين الشيء اللي هشوفه بعيني؟ فاكيد هتوصل معلومه احسن لو وريتك الشيء عن لو سمعته لك وخلاص. ميك بيبل اندرستاند كومبلكس ايدياز، ممكن شيء صعب جدا تفهمه اوريه لك بعينك فتفهمه بسرعه جدا. ليه؟ لانك ما كنتش فاهمه بشكل مقروء او مكتوب وفهمته بشكل مرئي. عشان كده الناس كلها بتحب فيديوهات الانيميشن. قعدت اقول لك ان في مكنه اسمها الميلينج ماشين، يا فرحتي بتعمل ايه بقى؟ بتعمل كذا كذا كذا، برضه في حته ناقصه. وريتك فيديو ليها انيميشن 3 دقايق فهمتها، عرفت الميلينج ماشين بتعمل ايه، مكنه. المهم يعني. جميل. واي يوز فيجوالز، مكمل معاك، ليه استخدم فيجوالز؟ هنا قلنا خلاص انها بتزود الاتنشن والريتنشن، بتزود عندك التركيز وقدره الاسترجاع، انك تسترجع المعلومه صح. 10% زي ما قلت لك لو انت مجرد سبوكن، لو سمعت واحد بيتكلم، 66 لو سمعت واحد بيتكلم بس معاه صوره، معاه مرئيات، معاه فيجوال. كل ده ليه بنستخدم فيجوال؟ طيب لحد دلوقتي ليه بنستخدم فيجوال؟ عشان بتساعدنا نفهم احسن، توفر وقت، بتخليني اركز احسن. شوف انا معاك اهو. واي يوز فيجوالز، بروموت اتنتفنس،
بتساعدك انك ترقى بمستوى التركيز، تخليك مركز احسن، تخلي الناس فوكسد اكتر. بيقول لك people think faster than you speak، لو فضلت تدي المعلومه بمجرد الكلام فهي الناس بتفكر اسرع من كلامك، فانت كده بالنسبه لهم شخص بطيء او المعلومه هتبقى متاخره، هتلاقي نفسك هو بيفكر في حته وانت في حته تانيه، وده سبب السرحان، بيقول لك انا سرحت وانت بتتكلم ليه؟ انا مخي سابق كلامك. طب لو مع كلامك صوره، مخي مش هيسبقك، لا مخي قريب من سرعه الصوره، انا هبقى متواكب مع الصوره كده. فبيقول لك ان دايما الفيجوالز بتبروموت بتعلي من الاتنتفنس، او اللي هي اسمها ايه؟ انها تخليك مركز اكتر، تجذبك ليها اكتر. طب ده شبه ايه تاني؟ نفس الكلام بقى، كلمات مرادفه يعني. كيب اودينس فوكس، بتخلي الجمهور بتاعك الاودينس يبقى مور فوكس، يعني مركز اكتر. لما تحط صوره هيركز معاك اكتر. عشان كده احنا اصلا زمان غالبا انت فتحت في يوم من الايام كتاب وبصيت على الصور وقفلته. طيب اد فرايتي اند انترست، بتضفي نوع من التنوع، والاهتمام او التركيز والجذب الانتباه. بتديك تنوع في الكتاب، تخيل كده الصفحه دي صماء اهي، لو كنا حاطين صوره هنا، لو حاطين صوره هنا توضح ان فيجوالز، حاطط لك بقى شكل سبوره، شكل، هتلاقي نفسك مجذوب للموضوع اكتر، انجذبت اكتر، وهتخليك مركز احسن. جميل. كل ده هيجي لك في الاسئله ازاي؟ يجي بطرق شتى. يقول لك اول حاجه صح وغلط، يوزنج فيجوالز بروموت اتنتفنس، سؤال تافه تقول له ترو، بيزيد الجاذبيه، او يقول لك لا ده بيقللها، قول له لا، قول له يوزنج فيجوالز كيب اودينس فوكست، تقول له صح، بينقل من السلايد صدق. تمام. هيلب كنترول نيرفسنس، يعني ايه بقى؟ بيقول لك بيساعدك تطلع او تتحكم في اعصابك. ازاي؟ انا وانا بعرض، لو معايا شيء، لو انا واحد واقف على المسرح هبقى غالبا مربوك، او لو بكلم ناس ان بابليك هبقى مربوك وانا بتكلم. ايه اللي بيساعدني؟ حاجه تلاقي فيها كلام مكتوب، صف سبوره ورايا ببص عليها بتكلم بيها، معاك حاجه تساعدك، حاجه واقفه جنبك كده، فهي بتساعدك تقلل من العصبيه، من العصبيه بتاعتك او من التوتر. بروفايد فيزيكال اكتيفيتي، بتخلي فيه شغل جسدي. شفت لما تكون مربوك واقف وقلت لك اقف ايدك جنبك هتزيد ركه صح؟ طب قلت لك بقى لا حركها وقول لي بص السبوره دي كده ومش عارف ايه، تلاقي نفسك ملهي، فاهم الفكره؟ فهو بيقول لك بتمدنا او بتمدك بفيزيكال اكتيفيتي ذات ريليزز يور نيرفس انرجي، اللي يعني اسمها ايه؟ بتذهب بالطاقه العصبيه اللي عندك without distracting the audience، من غير ما تشتت الجمهور. انت بتشتت يعني بتعمل حاجه تبع الموضوع، وهي ان انا ببص على السبوره، يعني ليه ما امسكش مثلا في ايدي كره اقعد اضغط عليها؟ ما ده بيقلل التوتر. لا، ما انت كده بتشتت الجمهور. فاحنا عملنا لك حاجه اتنين في واحد، منها بتشرح عليها وهي السبوره وكل المرئيات والحوارات دي كلها، ومنها بتقلل من توترك انت لانك بتلاقي شيء فيزيكال كده بتعمله فيقلل من التوتر بتاعك. يجي يقول لك السؤال visuals help you as a speaker، بين قوسين كده release the nervous energy، تقول له صح بس شكرا. هو ده السؤال. How to choose، ازاي اختار الفيجوال المناسب؟ اعمل على سبوره، اعمل على بروجيكتور، اعمل على مش عارف ورق، احط صور ايه وانا بعمل برزنتيشن من الكترونيك، كل ده اختار ازاي؟ قال لك your choice depends on، يعتمد على information to convey، معلومات اللي هتعرضها، حجم الاودينس بتوعك. والله لو كتير قوي اكيد هحتاج سبوره كبيره، لو قليل ممكن اوريهم على اللاب بتاعي، ممكن اوريهم على التابلت، ممكن اعرض شاشه صغيره، فهمت الفكره؟ ممكن اجيب سبوره صغيره، يعني هل السبوره بتاعت المراكز زي سبوره الاستاد؟ اكيد لا. فيزيكال انفايرمنت، يعتمد على المكان المحيط بيك، هل انت في قاعه ولا واقف بدي محاضره في الشارع، اللي هي الستيجز اللي بتبقى في الحفلات الكبيره كده والحوارات دي. اكويبمنت افيلابل، برضه على حسب المعدات المتاحه، ما ينفعش انا اقول انا هعرض على بروجيكتور ومعيش كمبيوتر اصلا، فاهم الفكره؟ فلازم انت مواكب للي معاك، يعني تشتغل بالمتاح. تايم تو بريبير فيجوالز، ما ينفعش اقول لك عندك بكره عرض لازم تقدمه وتقول لي لا ثانيه بقى انا عايز اطلع جوايا الانسان الببليك السبيكر القديم واروح اشتري بروجيكتور من الصين، مش وقتك، في وقت، في ديدلاين بكره، زي ما انت قاعد دلوقتي تسمع المحاضره والامتحان كمان ساعه، انا عارف صدقني انت قاعد على المدرج او قاعد في الركنه في الكليه بتسمع المحاضره، مفيش وقت، انت بتعمل ايه اصلا؟ اقفل وروح اذاكر. Money you can afford، يعني حسب الفلوس اللي هتقدر تتحملها، ما ينفعش تجيب، يعني يقع اختيارك على تقنية ثمنها غالي جدا مش هتقدر تجيبه، فكل ده شيء غم عينك كده، انا ممكن اتوقع الحاجات دي. هو مش يقول لك رصهم بقى، هي دي ميزة الامتحان الام سي كيو، مش يقول لك رصهم، هو يقول لك كذا صح ايوه، كذا غلط لا، فهمت الفكرة؟ فانت تقدر تتوقع كل ده. يعني لو قلت لك، بسألك سؤال دلوقتي، هل وانا بختار الفيجوال اللي هعرضه مش هحتاج ان انا اعرف نوع المعلومه اللي بعرضها؟ تقول لي ايه يعني السخافه دي؟ اكيد هحتاج اعرف نوع المعلومه، يبقى اول نقطه انا متوقعها اساسا. طيب تقول لي حجم، تقول لي الفيجوال مش هيعتمد على قد ايه الجمهور؟ اقول لك لا، بديهيا لازم أن يكون اشوف الحجم بتاعهم كتار ولا قليلين عشان اشوف انا هجيب سبوره كبيره ولا سبوره صغيره.
ولا لابتوب ولا تابلت ولا، فهمت الفكره؟ فانا اقدر اتوقع كل دول. انا بحاول اخلي لك المعلومه مش محتاجه حفظ، فاهمها كده وتعبر عنها انت بطريقتك. هو يجي لك في سؤال اصلا ام سي كيو تايبس اوف فيجوال ايدز، ايه بقى الانواع بتاعت الفيجوال ايدز اللي ممكن تتعرض، ايه انواع الصبابير، فاهم الفكره؟ قال لك اول حاجه فيزيكال اوبجكتس، يعني ده الموضوع ده الحاجات المرئيه تشمل مش بس الحاجات اللي احنا صنعناها، لا تشمل الاوبجكتس نفسها. انا بتكلم مثلا معاك في موضوع عن في الرياضه، بتكلم في الرياضيات اللي هو علم بحت جدا، ممكن اجيب لك معايا مثلث كده عامله عند الخشب بتاع الخشب، ايه الخشبي ده اللي هو النجار، اجيب لك معايا مثلا كوره بشرح لك عليها الحجم ومفرغه من جوه، حوارات كده اللي بتشوفها على النت دلوقتي في الفيديوهات الانيميشن. لو جبت معايا اوبجكت حقيقي جماد كده في ايديا، ده من الفيجوال ايدز، بيساعدك تفهم ويساعدك تستوعب معلومه احسن، وهي سيف تايم وكل الحاجات اللي احنا قلناها فوق. او ممكن اجيب ايه بروبس اند مودلز، انا اجيب نماذج تندرج تحت كلمه اوبجكتس برضه، اجيب حاجات مرئيه كده بايدك تقدر تمسكها بايدك عشان اوضح لك بيها الحاجه اللي انا بتكلم عنها. فمثلا انا بتكلم عن ظاهره مش عارف ايه اللزوجه مثلا، فاجيب لك جهاز بسيط كده مبسط عامله في المعمل انا بيوضح مفهوم اللزوجه، وان انا زحليقه اوزع عليها عسل اوقع عليها ميه ميه اوريك ان لزوجه العسل اعلى من الميه. شكرا. الوايت بوردز ده تاني نوع، يبقى اول نوع اجيب اوبجكت في ايديا، شيء ممسوك، شيء اقدر امسكه. تاني حاجه الوايت بوردز وهي السبوره البيضاء اللي انت غالبا شرحت لك عليها، سبوره بيضاء عادي خالص. جميل، مش محتاج اشرح فيها حاجه ليه. تشارتس اند بوسترز، ممكن اجيب ورق او اللي هي اللوحات، لوحات جاهزه بقى. التشارتس والبوسترز دي حاجات جاهزه مكتوب عليها كلام وملونه وفيها شخابيط كده كتيره وانا مجهزها او طابعها فيها المعلومه اللي عايز اقولها لك، فاقوم فاتح اللوحه دي وشارح عليها واقول لك بص دي كذا ودي كذا ودي كذا. لو احنا مثلا قاعدين في قاعه فيها 10 بني ادمين دي مناسبه جدا، فاهم الفكره؟ الفليب تشارتس دي بتبقى سبوره صغيره برضو بس الورق بتاعها بيتقلب، يعني كانك جايب سكتش، شفت سكتش الرسم، والسبوره دي بتقلب السكتش ده، بترفع الورقه ورا الثانيه ورا الثالثه وتكتب عليه، وبرده بتناسب السمول اودينس. كل ده هنشرحه تحت بالتفصيل. الاوفر هيد ترانسبيرنسيز اللي هي بتعرض على البروجيكتور، اللي هي اسمها ايه، الاوراق الشفافه، اللي هي يعني اللي هو ورق كده بنكتب عليه، وبنكتب عليه بيتعرض على السبوره. ليه؟ لان الكاميرا متسلطه على ايديا وانا بكتب، فانا بكتب الضوء بياخد اللي انا بكتبه ده وينقله لي، على يحمل المعلومه دي الى السبوره، فتشوفها انت بصوره مكبره شويه. او في السلايدز اللي بتبقى او الورقات اللي هي من النوع 35 ملم، هوريها لك تحت، شيء برضو العرض بيناسب يعني بيناسب الحاجات الصغيره برضو مش كبير. او ال سي دي بانلز اللي هو الشاشات ال سي دي، الشاشه بتاعت التلفزيون اللي عندك عادي بس بتكون اكبر شويه، وببقى انا قاعد على اللاب وبتحكم بيها، بوصلها بلابتوب او بكمبيوتر وبتحكم في الليزر عليها وبشرح لك عليها عادي جدا، زي مثلا محاضرات الدكتور رضا، ولا مش دكتور بقى، استاذ رضا الفاروق كده. شفت السبوره بشرح عليها الشاشه، هي دي الشاشه ال سي دي، او هي دي طريقه الشرح بتاعت ال سي دي. امسك كل واحده منهم يرغي فيها شويه زي ما انا رغيت فوق كده. الاوبجكت بيقول لك دي ايزي تو كاري، اللي هو انا اجيب عنصر في ايديا اكيد سهل ان انا احضره، يعني مش هحتاج معاناه ان انا افتح برنامج واسطب مش عارف ايه وحوارات، لا ايزي تو كاري اند سيت اب، سهل جدا اجيبها واشغلها، يعني ده اوبجكت هوريه لك. شكرا. ريكواير نو بريباريشن، مش محتاج اعداد، انت هتجيب العنصر في ايدك وتوريهوني، تقول لي شايف ده التطبيق اللي انا بقوله لك بالبق ده. فور سمول اند كلوز اودينس، اكيد هينفع مع الاودينس الصغيرين اللي عددهم قليل، 20 بني ادم 10 في فصل، فاهم حاجات حلوه كده. انما انا قاعد مثلا بدي قاعه محاضره في قاعه فيها 400 بني ادم وجايب في ايدي كوره، الكوره دي بالنسبه لاخر واحد في الصف الاخير يعني هو مش شايفني انا اساسا، يعني هو هيشوف الكوره في ايه، فدي تناسب لسمول اودينس. Avoid passing objects around unless you talk about it during handling. يعني بيقول لك ايه during handling ده اللي هو بص تجنب انك تحرك الاوبجكتس دي من مكانها الا لو انت بتتكلم عنها، تمام؟ يعني ما بفضلش ماسك بتاع عمال احركه من هنا وهنا وهنا، هتبوظ مني، ممكن تقع ولا تتكسر ولا تتعمل حسب بقى نوع الاوبجكت ده، فانت خليه في مكانه واتكلم عليه في مكانه الا لو احتجت انك تشير اليه وانت بتهاندل معاه، يعني وانت بتتعامل معاه بايدك. كمثال جايب لك واحده بتشرح على مخ وجايبه في ايديها مخ اهو بتشرح عليه، شكرا. مخ صناعي اكيد يعني مش جايب مخ بني ادم. ثانيا نشوف مين بعت رساله. قشطه. وايت بوردز اللي هي السبوره البيضاء نوت ايزلي بورتبل، دي مش اسمها ايه؟ استخدامها مش هيبقى سهل. الوايت بورد دي استخدامها مش هيبقى سهل، نوت ايزلي بورتبل، مش سهله الاستخدام. ولكنها يوسفول فور سمبل ليستس، مفيده لو عايز تعمل قائمه بسيطه. دايجرامز تعمل اسمها ايه اشكال مبسطه، هترسم يعني هتعمل حاجه بايدك مانيوالي كده ترسمها على السبوره دي الوايت بورد.
and for recording audience responses. والله ممكن انا اكون اصلا المحاضره مش محتاجه كتابه كتير يعني، انا بس عايز سبوره جنبي عشان لو سالت الجمهور حاجه اقول اه معانا فلان قال الاجابه الفلانيه والراي التاني قال الاجابه التانيه، يلا بقى نتكلم وابقى بكلمك على الرايين اللي اتقالوا مع السبوره فاهم. فهي مناسبه جدا للاستخدامات البسيطه دي. requires thorough cleaning، تحتاج الى تنظيف شامل. ثورو يعني شامل وتنظيف يعني كلين، فانت لازم تنظفها تنظيفه حلوه يعني عشان تبقى وايت بورد، تبقى وايت ما تبقاش رماديه كده. suitable only for small audiences، مناسبه فقط للاودينس السمول، ما ينفعش استخدم وايت بورد للجمهور الكبير، كبير قوي مش هينفع معايا، الجمهور الكبير محتاج حاجه اوضح، حاجه فيها نور، حاجه فيها لايت كده فاهم. والله نفس الشيء دي، هي دي الوايت بورد عشان بس افهمها يعني، هي الوايت بورد صغيره شويه عن اللي انت تعرفها. بص القلم بالنسبه للسبوره قد ايه يعني، صغيره صغيره جدا، عشان كده هي دي اللي يقصدوا بيها وايت بورد، ودي تبقى مناسبه جدا للسمول اودينس. طب التشارتس والبوسترز اللي هي الرسوميات الجاهزه، اللوح الجاهزه، قال لك دي بتبقى مش دي بتبقى سهله جدا تركب، سهله الاستخدام، مش غاليه، وبتدي لك هاي كونتراست لان مليان الوان، وتدي لك تناقض عالي جدا، مش تناقض بقى اللي هو اختلاف في الالوان ده بيخلي عينك مستريح، لو حطيت لك اسود على ابيض تبقى شايف الاسود بوضوح، حطيت لك ابيض على الرمادي مش هتشوف الرمادي اصلا، مش هتشوفه حلو خالص، فده بنسميه هاي كونتراست. اي حد بتاع ديزاين فاهم الكلام ده. اند ماني كولرز، وفيها الوان كتيره، فهي الالوان الكتيره بتعمل لك كونتراست جميل، تخلي في تباين. ايوه عمال افتكر الترجمه، تباين. تباين يعني ايه؟ تخلي اللون اللونين ما بينهم فقعان كده، وانت تشوفهم عينك مستريحه، اللي هو انا مميز ده عن ده، مميز كل اليمنت عن التاني. هي دي اللوح اللي بعرض فيها المعلومه دي، عكس لو جبت وايت بورد وكتبت عليها باسود اللي هو في حاجه ميته شويه، فدي افضل. التشارتس والبوسترز افضل، افضل بكتير، خصوصا انها بورتابل يعني قابله للاستخدام وبسهوله ومش غاليه وفيها انواع كتيره كمان، وبتديني هاي كونتراست لان هي ملونه، هيوريك صوره ليها تحت زي دي كده، شايف دي كده الشكل ده، بص انت مستريح لو بعرض لك عليه معلومه هيبقى بالشكل ده مثلا بالحجم ده، وبقول لك الميثودز كذا كذا كذا، واتكلم انا ببقي بس هي مكتوبه هنا، واقول لك الخريطه شايف الشكل الفلاني، بص الوان بقى وكونتراست. ايه رايك في الشكل ده؟ بص كده يعني ايه رايك في الموف ده مع اللي وراه في كونتراست، هاي كونتراست، ليه؟ اللونين دول متناقضين يعني، اللونين مكملين مش مكملين عشان دي قصه كبيره يعني، اللونين دول فيهم بينهم تناقض جميل، والاخضر مع الخلفيه نفس الكلام وهكذا الى اخره. يبقى ده اسمه ايه؟ تشارتس اند بوسترز، ودول بيدوني هاي كونتراست. افكتيف وين بريبيرد ان ادفانس، بيبقوا جمال جدا وفعالين للغايه لو تم اعدادهم مسبقا، لو اعدتهم ان ادفانس بدري وعدتهم بدري هيطلع لك نتيجه جميله جدا، تعرف تقول يعني تشرح للناس عليهم زي الشكل ده كده، ده مصمم، ده واحد مصممه ديزاينر عادي خالص وطبعها ووراها للناس او من غير ما يطبعها يوريها لهم على الشاشه. فاريشنز، وفيها انواع كتيره، انكلود بقى ايه الانواع اللي موجوده منها؟ ماجنتيك بوردز، اللوحات اللي بتبقى فيها ممكن تلزق عليها عنصر كده بتبقى ماجنتيك. فلانل بوردز، اوريك شكلهم تحت، اوذ ترى فيلكرو ادهيسيف، فيلكرو ادهيسيف يعني اللصق اللي اسمها ايه؟ القص ولزق، اتحط عليها قص ولزق جميل؟ فيلكرو ادهيسيف جميل جميل جميل، هوريك شكلهم تحت. الفليب شارتس، كلمة فليب معناها ايه؟ بس بقلب، بقلب حاجة، فالفليب شارتس معناها ان انا قدامي سبورة بس زي السكتش كده، ممكن اقلب الورقة الأولانية واكتب عليها واخلصها واقوم قالب، الورقة التانية واخلص واقلب، الورقة التالتة وهكذا. بتبقى طبعا مناسبة لمين؟ للسمول اودينس، كل دول لحد دلوقتي مناسبين للسمول اودينس فقط. سوتابل فور سمول اودينس، you can record audience response، ممكن استخدمها في ان انا اسجل اجابات الجماهير، جاوب على السؤال الفلاني وده الراي الموجود والراي الثاني كذا والراي الثالث كذا، ونبدا نتكلم بقى عليهم مع السبوره ونقارن بين الثلاث اراء او بين الثلاثه اراء جميل. you can refer back to previous pages، ممكن ميزه الحته دي ايه؟ مش محتاج امسح اللي على السبوره واقول لك فاكر اللي كتبناه من ربع ساعه، لا ببساطه جدا اقول لك بص ارجع للصفحه السابقه، اللي هو انهم مشدين الورقه اللي فوق ومنزلينها، فهي بتفيدني في كده ان انا اقدر ارجع للصفحات السابقه. ده في امتى؟ في الفلاب تشارتس. يعني انت محتاج تحفظ حاجه دلوقتي؟ الموضوع مش محفوظ، مش فاهم قشطه. كان بي بريبيرد ان ادفانس، وبرده ممكن اعدها مسبقا، ممكن اكتب السكتش كله واجي انا بس مجرد اشير بالعصايه كده اللي بشرح بيها ولا بالقلم على اللي انا كاتبه، اقول لك بص كذا وكذا، الله كلام حلو قوي يلا بينا. ريكواير سام سكيل اند بيشنس، يحتاج الى قليل من المهاره او من المهاره في التعامل يعني والصبر، انك هتكتب كتير وهتتعب وتشقى وكده. الجمل دي حشوه على فكره، دي جمله حشوه صدقني، ما اعرفش احطها ليه. هي دي يا معلم، بص سكتش اهو، ممكن اكتب الصفحه الاولانيه اقلب، اكتب الصفحه الثانيه اقلب وهكذا. دي اسمها فليب شارتس. اوفر هيد ترانسبيرنسيز، دي بقى الجزء التقني في الموضوع، الالواح الرقميه. ايه الالواح الرقميه دي؟ اللي انا اقدر اكتب عليها والكاميرا او العدسه تصور اللي بكتبه وتعرضه على الشاشه اكبر،
بنور، مجرد نور كده تاخده اضاءه تعرضها هناك على السبوره الكبيره او على الشاشه اللي انا جايبها، تعرضها بصوره اكبر، يبقى اسمها ترانسبيرنسيز. دي الورق اللي بكتب عليه، ده الورق الرقمي اللي بكتب عليه. اول مره اكتشفناها first introduced in 1940، فاول مره كانت في 1940. became important after the advent of printers او printers. واو. color copiers and computer graphics. جميل. يعني ايه بقى؟ اصبحت اكتشفناها اول مره في 1940 وبقت مهمه جدا، وبقينا نستخدمها جدا بعد ايه؟ بعد ما اخترعنا الطبعات. ليه طيب؟ لان هي ورق زي ما قلت لك، هي اوراق بس اوراق ايه؟ بنستخدمها في جهاز يعرضها لنا على شاشه اكبر. وبعد ما عملنا الكالر كابيرز، الحاجات اللي بتعمل لنا نسخ الوان، والكمبيوتر جرافيكس، فيعملنا بقينا نستفيد منها في الحاجات يعني لما اخترعنا الحاجات دي كلها بقت هي اكثر شيوعا. يبقى في بدايتها كانت في 1940، ما اظنش هيسالك في تواريخ، بس لو سال ادينا قلنا مفيش غيره يعني. بيقول لك ممكن تعمل بيها ايه بقى؟ can produce quick easy and expensive and creative visuals. ممكن تعمل بيها مرئيات سريعه، تعملها بسرعه يعني، او حلوه وسهله الاستخدام، وان اكسبنسيف يعني مش غاليه، رخيصه، مع الورق بتاعها مش مجلف خالص، وكرييتيف يعني كرييتيف ابداعيه. نكمل على الاوفر هيد ترانسبيرنسيز او اللي هي الاوراق الالكترونيه دي، فور ريلاتيفلي لارج اودينس. بما اني هعرض على الورق ده على الشاشه اكبر، يبقى هو مناسب للاودينس الكتار. ليه اودينس كتار؟ لانها اولا شاشه اكبر، ثانيا عشان في اضاءه، الاضاءه بتناسب ان البعيد يشوفها احسن عكس لو سبوره بس كده. usually prepared in advance، اكيد هتعدها مسبقا. you can write without turning your back، ميزتها انك ممكن تكتب من غير ما تضير، يعني عشان انا اضير ايدي كامله عشان اكتب على سبوره، لا هنا انا بكتب على الورق وانا باصص لكم، واللي بكتبه بيتعرض على السبوره اللي ورايا، يعني شايف شغل يعني فنادق يعني. requires practice and skill، بتحتاج الى ممارسه اكيد ومهاره، انك تستخدم حاجه يعني نظيفه شويه، فاهم الفكره؟ احنا كل ما مستوى النظافه بيعلى او مستوى التمن بتاع الحاجه بيعلى، احنا محتاجين تدريب اكتر، تمام؟ يبقى عشان اتعامل معاها محتاج اكون متدرب ازاي اتعامل معاها. requires an electric outlet، اكيد محتاج مخرج كهربي اوصل ليه، يعني في نور وفي قصه كبيره يعني، اكيد في كهرباء في الحوار، فانت محتاج مخرج كهرباء، مش زي السبورات اللي فاتت كلها فليب تشارتس سبوره اي في شايف في وصله تحت، لا دي بقى محتاجه وصله، هوريك شكلها دلوقتي، انا عارف انت عايز تشوف شكلها. خلاص نكمل. بيقول لك requires a screen that can be tilted to avoid distortion. بيقول لك محتاج عشان تشغل الترانسبيرنسيز دي، محتاج او اللي هي الاوراق الرقميه اللي قلنا عليها، هحتاج شاشه اللي ممكن اخليها tilted يعني تبقى مايله، عشان اي اتجنب الديستورشن، ان انا اتجنب ان اشتتك، فاهمني؟ ممكن اميلها شويه عشان اخلي الصوره تتعرض مثلا بجانبي مش ورا بالظبط، فممكن نلعب في حركتها يعني. فين بقى اللي انت نفسك تشوفها؟ مش هي دي، شايف الجهاز ده كده اهو، اهو دي عدسه بتاخد اللي انت بتكتبه على الورقه اللي تحت دي تعرضه على السبوره اللي وراك، فعظمه جدا. بدل ما انا افضل كل شويه اقلب ايديا وابص ورا واكتب، لا هي دلوقتي بكتب على الورق هنا وماسك قلم في ايده، المفروض ماسك قلم يعني مش عارف، المهم بيكتب على الورق اللي قدامه، ودي بتنقل اللي بياخده على السبوره اللي وراك. شكرا، ده مبتغى علمي تمام. يقول لك ايوه سمبل بت باورفول، هي بسيطه اللي فات ده كله بسيط، بس حاجات قويه جدا في ايصال المعلومه. يعني انت ما تستقلش بانك هتقدم معلومه بكلام وخلاص، بين لو هتقدمها بكلام ومعاه سبوره ومعاه اوراق ومعاه فليب تشارتس ومعاه لوحه او بوستر، كل دي بتساعدك جدا رغم انها بسيطه. ان اوفر هيد بروجيكتور كان ميك وندرفول برزنتيشن ان ذا هاندز اوف ا كومبيتنت اند كرييتيف سبيكر. يعني بيقول لك البروجيكتور ده ممكن يعمل اداء رائع جدا ويديك برزنتيشن او عرض تقديمي ممتاز، بس لو حطيناه في ايد مختص او شخص فاهم اللي بيعمله ومتحدث ماهر، مش اللي هو انا، لا انا عارف دي مفروغ منها، بس انا بتكلم متحدث هو اللي ماهر. جه بعد كده بيشرح لك حاجه اسمها اللي هي السلايدز ام 35 ملي متر. دي نوع سلايدز كده بنعرض عليها المعلومه برده، يعني زي شاشات كده، بس كل سلايد فيهم العرض بتاعها متهيألي العرض بتاعها 35 ملي متر، مش عارف الصراحه ده ايه. suitable for audience of any size، دي مناسبه للاودينس من اي حجم، يعني كتار قليلين اي قصه، يعني تناسب لاي نوع من الجماهير، ودي الوحيده اللي كده على فكره. offer outstanding color and image clarity، تدي لك الوان حلوه جدا ووضوح للصوره لانها سلايدز، هوري لك سلايدز الكترونيه اهي، شايف الشكل ده، كل واحده من دول سلايد، بتعرض السلايد دي بالعدسه دي على شاشه اكبر بالعدسه الجميله اللي هنا دي، يعني تحط هنا قصه كده، تحط دي هنا اهو وتتعرض، مش عارف يشتغل ازاي الصراحه، وتطلع لك صوره اكبر على شاشه اكبر، عشان كده هي مناسبه لاي سايز، ممكن اكبر براحتي، وتديني طبعا بما ان السلايد دي عليها صوره شديده الوضوح والكاميرا دي حديثه، فهي تطلع لك صوره شديده الوضوح.
outstanding color and image clarity. duplicates can be made easily. ممكن اعرض صورتين في نفس الوقت، ممكن ادبليكيت العرض، مش لازم اعرض صفحه واحده، ممكن اعرض اكتر من صفحه، فده ممكن يتم بسهوله جدا. سلايد بروجيكتورز ار افيلبل بات اكسبنسيف. الشيء بقى اللي هيعرض لك الصوره الصغنطوطه دي ام 35 مللي على شاشه اكبر ده اسمه بروجيكتور. البروجيكتور ده معلم غالي غالي فحل، بس هو متاح. ما هو دايما قلت لك الجوده كل ما تعلى كل ما الثمن هيعلى، ما تقلقش مش تضحك على السوق. requires planning and preparation، تحتاج الى تخطيط جيد عشان اعرف استخدمها صح واحط انظمهم صح، واعداد مسبق ان انا اعد الورق ده بالتنظيم معين او السلايدز دي اعدها بحيث ان انا تكون مناسبه اللي انا هعرضه، تكون كل سلايد بالترتيب المناسب اللي انا هعرضه زي ما انا بعرض دلوقتي ليك الشرح، فكل سلايد جايه ورا الثانيه، فاهم الفكره؟ requires skill، تحتاج لمهاره، practice تمرين، و rehearsal اللي هي انك تعمل بروفا، يعني تتمرن وتعمل بروفا لنفسك، انت تعمل بروفا للعرض عليها عشان تتاكد ان مفيش غلطه مفيش حاجه في النص كده بايظه ولا الكلام ده. فكل ده كلام تقدر تتوقعه صح، يعني لو غمت لك عينك كده السلايدز دي حلوه بتنفع على اي حجم من الناس لانها بتتعرض على شاشه كبيره، الوانها تكون واضحه، الصوره تبقى اوضح، بقدر السلايدز البروجيكتور موجود بس ايه غالي، بتحتاج مني تخطيط مسبق، بتحتاج مني مهاره، بتحتاج تدريب، بتحتاج اعمل ريهرسال اللي هي البروفا، انا بسمع حاجات من غير ما اشوفها لان انا متوقع الحاجات دي، وطبيعي بما انها حاجه الكترونيه هتعرض على شاشه كبيره بالبروجيكتور محتاج ايه؟ الكتريك اوتلت، محتاج مخرج كهربي. بعد كده بيقول لك مور لايكلي تو جام، يعني هي اكثر عرضه للتكدس، يعني ممكن تبقى معرضه اكتر الناس تتزاحم على المكان اللي انت بتعرض فيه، فاهمني؟ فقشطه يعني هي دي شكلها. يلا على اللي ورا. ال LCD panels او اللي هي لوحات ال LCD او الشاشات بتاعت ال LCD هي سكوير بليت set on top of overhead projector، تحط فوق بروجيكتور، البروجيكتور ده بيتوصل بكمبيوتر، اللي هعرضه على الكمبيوتر ده هيظهر على ال LCD لانها شاشه متصله بالكمبيوتر، هي شاشه كمبيوتر اتوصلت بالكمبيوتر بقت اللي بيتعرض عليها هو نفس اللي على الكمبيوتر بالظبط. room must be dark، لازم الاوضه تبقى ضلمه كحل عشان نعرف ان ايه نوريك اللي فيها، تمام نوريك اللي على الشاشه يعني. You must be familiar with computer graphics program، لازم تكون عندك او اتعاملت قبل كده، عندك خبره يعني او الف عندك اسمها ايه معرفه مسبقه ببرامج الجرافيك بتاعه الكمبيوتر، مش تعرف تعرض حاجات على ال سي دي، تعرف تعمل برنامج تعرض تعمل بجرافيك بالبرنامج بتاع الجرافيك. Need the right equipment and software، انت محتاج للمعدات الصحيحه والبرنامج الصحيح عشان تعرض على ال سي دي بطريقه مناسبه. صدقني انا مش عارف يعني حاجات تريفيال حاجات بديهية اللي بيتقال ده، مع انك ممكن تشوف ان السلايدز كتيرة وصعبة بس هي حاجات بديهية، فركز فيها. ادي المنظر اهو، هو بيشرح اللي بيعمله على اللاب بيظهر على السبورة هنا وبيشرح عليها بوضوح جدا، الدنيا جميلة قوي. بس هنا الأوضة منورة فأنت حاسس ان الشاشة باهتة، تخيل الأوضة ضلمت تبقى الموضوع لذيذ قوي، هتلاقي الشاشة واضحة جدا يعني. فدي اسمها LCD panel. panel. tips for using visuals، نصايح عشان تستخدم الفيجوالز بطريقة حلوة. make sure they are visible، اتأكد ان الشيء اللي هتشرح عليه ايا يكن هو ايه واضح بطريقه كافيه. طب اتاكد ان ده ازاي؟ لازم نعمل تيستينج. هتلاقي الخطوه الاخيره بيقول لك تيست فيزيبيليتي باي فيوينج فروم فاريوس سبوتس ان ذا روم، تشيك ان الرؤيه واضحه من كل الاماكن اللي موجوده في الروم اللي انت قاعد فيها، اقعد في اخر مكان، اقعد في النص، اقعد يمين، اقعد شمال، تشيك ان الشيء اللي تشرح عليه واضح واضح لكل المستمعين، ما ينفعش حد قاعد متضايق منك. بيقول لك نص انش او نص بوصه لكل 10 فيت تو ذا فارثست اودينس، شوف اخر مقعد اخر صف ورا خالص ومسافه بينك وبينه قد ايه، كل 10 فيت لازم تخلي فيه نص بوصه في الشيء اللي بتعرض عليه. فالشاشه بتاعتي يقول لك دي 21 بوصه، يبقى دي مناسبه لكام؟ مناسبه لان يكون البعد كل نص بوصه عباره عن 10 قدم في البعد، يبقى كل ما ابعد عن السبوره بمقدار 10 قدم محتاج السبوره تكون اكبر او الشيء اللي هعرض عليه يكون اكبر بمقدار نص بوصه. احفظ بقى الريشيو دي، نص بوصه لكل 10 قدم، 10 قدم يبقى نص بوصه، نص بوصه لكل 10 قدم. بالمنطق كده حتى كل ما هبعد ورا 10 محتاج اكبر الشاشه، اكبرها مقدار قد ايه؟ كل ما تبعد 10 قدم تكبر نص بوصه، شكرا. Avoid standing in front of them، تجنب انك تقف قدام السبوره او قدام الشيء اللي هشرح عليه او قدام الشاشه، اكيد عشان ايه؟ هدار عليها بس. Visual aid tips، نصايح ثانيه متعلقه بالشيء المرئيات دي او الشيء اللي انت هتصور عليه. ما قبل اللابتوب، ask yourself whether you need visuals at all، اسال نفسك وانا اصلا محتاج حاجه اعرض عليها ولا لا؟ يعني انا محتاج اصلا فيجوالز ولا الموضوع اللي هقدمه مش محتاج؟ if you do، لو بالفعل انت محتاج plan for as few as possible، عد لده قبلها بحبه يعني قد ما تقدر بدري قبلها. consider hand outs
حط في اعتبارك الهاند اوتس او اللي هي النشرات اللي هتديها للناس اللي هيسمعوك، الاودينس او الجمهور، عشان يتفاعلوا بيها معاك ويكتبوا فيها اجاباتهم او يبقى فيها ملخص ان يعني يكون instead of transparencies، خلي اهتمامك بده اكتر من اهتمامك بالورق اللي انت هتصور عليه بالفعل، لان الملخص اهم. فاهم الفكره؟ start with the simplest visual، ابدا بابسط فيجوال فيهم، وايت بورد ده بدايتك يعني انت كسبيكر، يعني كانسان عموما عايز تبقى سبيكر او انت بتيجي تقدم برزنتيشن، ابدا بابسط الادوات بعدين اطلع للحاجات الكومبلكس. يعني اول حاجه تستخدمها في حياتك ايه؟ تشرح على وايت بورد، تشرح على فليب شارت اللي هي الورق اللي بتقلب ده، على اوفر هيد، حاجات البسيطه زي كده، ما تروحش للحاجات المعقده من الاول. مش اول طريقك في الحياه تقوم رايح جايب لي ال سي دي وتشرح عليه. فاهم الفكره؟ لا، خلي الحاجات البدائيه الاول هي بدايتك. يعني use more complex visual if absolutely necessary، استخدم الحاجات الاكثر تعقيدا لو الموضوع يعني اضطرك قوي. انما لو مش مضطرك وهتكتب بس مجرد اجابات الجماهير، هتكتب رايين ثلاثه، تعمل حاجات بسيطه كده، يبقى تجيب الوايت بورد، الفليب شارت، وهكذا، هي الحاجات السمبلست الابسط. نصائح لتقديم عرض الكتروني مظبوط: لابتوب وذ ستاندرد بروجيكتور، هحتاج لابتوب بالبروجيكتور معتاد اللي انا عارفه، عشان اللي عامله على اللابتوب يتعرض على البروجيكتور. ماي ريكواير ديم لايت، ممكن تحتاج ضوء خافت عشان يبقى ايه، مساعدك في الجو ان يبقى الصوره واضحه برضه، من ساعات النور يبقى باهت، يبقى اسمها ايه، النور شديد قوي فيوجع العين، فمحتاج معاه ضوء خافت عشان يقلل من الدرجه بتاعته، يعمل يقلل من الكونتراست لو انت فاكر. يعني حتى الكونتراست في الاضاءه موجود. لابتوب وذ بيتر بروجيكتور، ممكن تجيب لابتوب بروجيكتور احسن. بص بقى ركز كده، البام توب كمبيوتر ده اللي هو الكمبيوتر الشخصي اللي هو بتبقى ماسكه في ايدك كده، ممكن تلاقي الراجل واقف وفي ايده حاسوب شخصي كده بيتحكم بيه في الشاشه، فده بنسميه بام كمبيوتر، بيبقى سمولر سايز، بيبقى حجمه صغير. ماي ريكواير ديم لايت، ممكن يحتاج برضو اضاءه خافته. كومباك ديسك، ممكن تحتاج سي دي هيا او تي في اند سي دي سلايد بلاير، او البرنامج اللي او الجهاز اللي بيشغل اللي بيعرض السي دي هات او اللي بيعرض الاشرطه. تمام، كل ده ليه؟ لو انا عندي العرض بتاعي على شريط او على سي دي هيا. طبعا الكلام ده قديم قوي يعني. نو كمبيوتر كراش، تشينج ان كونتنت ريكوايرز نيو سي دي، عشان تيجي تغير المحتوى بتاعك غالبا هتحتاج تجيب سي دي هيا جديده. بيكمل في النصايح بيقول لك في قاعده ممكن تدور عليها، ده سيلف ريد ليك، هي 6 تو 6 جنرال رول، يعني قاعده ست حاجات. ست حاجات بيقول لك مش عارف تكتب كام نقطه في الصفحه، تعمل كل نقطه جواها كام كلمه، حاجات كده يعني بسيطه. اكتب على النت 6 تو 6 جنرال رول، هيطلع لك موقعين ثلاثه كده فيهم الشرح، اقراهم مش هتسال عليهم ان شاء الله. كومبليت سنتنسز نوت نيسيسري، مش لازم تحط كل الشرح كامل. بص هنا بتحط العناوين اللي انا قدامك ده مثال للسلايد او بص او برزنتيشن، عامل العناوين بس، مش كاتب كل التفاصيل، مش كاتب الجمل كامله، مش لازم تحط جمل كامله فاعل وفاعل ومفعول، لا هي زي دي كده سيريف تايب، ما قالكش مين السيريف تايب ده، هي من التيبس، فانت فهمت ان انا يعني استخدم السيريف تايب ده مجاز بالحذف، بس هم ما عندهمش هم مجاز بالحذف، احنا عندنا. جميل، بلاك تايب اون وايت باك جراوند، لما يكون الخلفيه بيضاء اكتب بلون اسود، سبحان الله يعني. واكتب بالنوع اللي هو السيريف تايب اللي هو اللي الحروف ليها ذيول، خدناها في حالات التايبوجرافي، يعني الحرف نفسه من تحت كده الايه بتبقى واخده ديل كده، السي واخده مش عارف ايه وهكذا، الحليه يعني. كونسيستنسي اوف تايب فيسز، يعني يكون عندك ثبات في نوعيه الخطوط اللي بتستخدمها، ما تستخدمش تشكيله بليز، يعني خلي اسمها ايه السلايدز كلها نفس الخط عشان تبقى انت عينك مستريحه. كونسيدر ارت، وحط في اعتبارك يعني احنا اسفين يعني بنيجي على حضرتك، بس حط في اعتبارك الفنيه اللي في الموضوع، حط شكل جمالي حلو للكتابه يعني، خليها منسقه. دونت ليت ذا تيل واج ذا دوج، لا تسمح للذيل بان يهز الكلب. مين اللي بيهز التاني؟ المفروض الكلب يهز الديل، لا انت لو خليت التيل بيهز الكلب معناه انك خليت شيء مش مهم يبقى مهم، او ياخد اكتر من حجمه، او ياخد يبقى يعني ايه ياخد مكان مش مكانه في الاهميه. فلما يقول لك ده ايديوم كده على بعضه، انا بقى لو مكان الدكتور هجيب لك ادمج لك السؤالين في بعض، درسين في بعض، درس الايديومز بتاع الانجليزي اللي كان في شابتر 3 مع الدرس ده، واقول لك ان dont let the tail wag the dog means تعني ايه، ويقول لك في الاختيارات انك تخلي شيء مش مهم تديله اكتر من حقه، تخليه more important than it deserves، اكثر مما يستحق. visuals don't deliver the message، طب هو يقصد بيها الجمله دي على ايه؟ يقصد بيها انك ما تهتمش قوي بالمظهر والجماليات والشكليات والمرئيات عن طريقتك انت في تقديم المعلومه، انت المهم، انت العنصر الاساسي في العمليه دي كلها، فما تخليش الفيجوالز تاخد اكتر من حقها، هي شيء مساعد وليست الاصل. فاهمني؟ visuals don't deliver the message، الفيجوال لا تقدم او لا توصل الرساله بتاعتك اللي عايز توصلها للناس او المعلومه اللي عايز تقدمها، ولكنها يبقى but they support it، ولكنها تساعد في ايصال المعلومه.
يبقى لا توصل المعلومة بذاتها ولكنها تساعد في إيصالها. A dark screen is better than an ineffective visual. إنك تحط شاشة سوداء تقفل الكمبيوتر أصلا، تطفي الشاشة، أفضل بكتير من إنك تحط لي فيجوال مش مناسب أو مش فعال. أنت كده بتعبث، جايب لي شكل جميل أوي كله ألوان وحلو، مش عارف تشرح، أو الشكل مش ملوش لازمة، أنت ما... أنت المهم في الموضوع مش عارف تقدم المعلومة صح، فيبقى ساعتها لا حط لي شاشة سوداء أحسن. أو ممكن يكون قصده إنك تحط شاشة سوداء وتكتب عليها ببساطة مجرد كتابة كده وخلاص، مفيش أي مرئيات، أحسن من إنك تحط مرئيات ملهاش لازمة. الفيجوال شود اكسبلين ذا مسج، المرئيات اللي هحطها دي سواء السبوره او سواء الجرافيكس اللي هستخدمها في البرزنتيشن الالكترونيك بتاعي ايا يكن نوع الفيجوال، الشيء البصري يعني، لازم أن يساعد في ايصال المعلومه، يبقى لازم يشرح المسج بتاعتي او الرساله. يرينفورس كي بوينتس، يؤكد او يعزز النقاط الاساسيه او النقاط المفتاحيه بتاعتي، يعني احط على كل عنوان صوره، على كل عنوان صوره، فهو بيأكد على الفكره اللي انا بقدمها. كلاريفاي كومبلكس كونسبتس، يبسط او يوضح المفاهيم المعقده، اجيب صوره لما يكون في كلمه صعبه قوي تتفهم الا لو وريتها لك. شفت فوق لما وريت لك يعني ايه ترانسبيرنسيز، فشفت ورق كده الكتروني وفهمت الدنيا احسن ولا لا؟ ونفس الكلام في الفليب شورتس. تمام. انهانس اودينس اتنشن اند ريتنشن، لازم الفيجوالز دي تبقى بتجذب انتباه الجمهور وتعزز من تركيزهم. ان اول كيسز، في كل الاحوال ذا سبيكر از ستيل ذا مين ايفنت، انت المتحدث اهم حدث في الحوار ده كله، لا الفيجوال ولا السلايدز ولا اي حاجه، انت العنصر الاساسي. انت مكتمل، الباقي ده هيبقى مساعدات ليك. مش مكتمل وواقع، الباقي كله لن يقوم ايه؟ لن يقوم بذاته. Stop hiding behind visual aids. احنا شايفينك اللي ما بتعرفش تشرح، لا تختبئ خلف الايه؟ خلف الحاجات البصريه دي. يعني انت ما تعليش ناقصك انك تروح تكمل حاجه غيرك، كمل نفسك، حاول تبقى انت احسن. بس كلنا بنجتهد يعني. What is the bottom line؟ ايه معنى البوتوم لاين؟ يعني ايه الكلمه دي اصلا؟ البوتوم لاين هنا معناه بيقول لك ايه بقى المفيد؟ يعني ايه المختصر؟ ايه القصه؟ يعني ايه المهم؟ البوتوم لاين ده هو اهم حوار، اهم نقطه في الحوار ده كله. اما تقول على حاجه ان انت ايه البوتوم لاين بتاعها، وده خلي بالك ده اكسبريشن او ممكن نسميها ايديوم، يعني لما يقول لك يعني وات ذا بوتوم لاين بتاع اي موضوع، هو بيقول لك هات لي الخلاصه، ايه اهم شيء في الموضوع يعني. بيقول لك دونت امبرس اس وذ يور سوفت وير سكيلز، لا تبهرنا بمهاراتك في التعامل مع البرامج، ابهرنا بطريقه شرح، مش بمهاراتك في البرامج نفسها. ليه؟ لان كده هتطلع اكتر محقها، يعني يعني ايه؟ يعني خليت او سمحت للتيل ان يواجه الدوج، خليت الديل يهز الكلب مش الكلب يهز الديل، يعني اديت حاجه اكتر من حجمها. طبعا هي الايديومز لا تترجم، بس انا اعتذرنا لاخواتنا اللانجوج سكول. دام ذا بولت بوينت سلايدز اند توك تو اس، فكك من، يعني بقول لك كده فكك من السلايدز واتكلم لنا، بص لنا، بص انت بتتكلم. انسباير اس وذ يور فيجن، ابهرنا او الهمنا او اتحفنا بمظهرك انت وطريقتك انت في الالقاء، مش بالفيجوالز اللي انت جايبها. الفيجوال اشياء مساعده لا توصل الرساله ولكنها بتعين في ايصال الرساله. Tell us your story. We are interested. اخبرنا بقصتك، بطل تسكرول وخلاص، عرفنا انت ايه اللي انت عايز توصله، انت مش الفيجوالز، انت عايز توصل ايه؟ عشان احنا مهتمين بده فعلا، مش مهتمين بان نعرف مهارتك في السوفت وير. وديني في فيديوهات كتير جدا بتلاقيها ناجحه جدا في ايصال الفكره وهي ما فيهاش اي فيجوال قويه، يعني حاجات بسيطه بس الراجل اللي بيقدم ملهم، عنده inspiration عالي. inspire us with your vision. It's you and not your visuals. إنه أنت وليست مرئياتك. تيجي هنا تلاقيه بيقول لك control your visual، اتحكم في الشيء اللي أنت تشرح عليه سواء سبورة أو شاشة أو أيا يكن، بحيث إنك تشوف المكان بتاعك اللي هتقف فيه. من المرجح أو من المفضل إنك to stand to the right of the projector، إنك تقف على يمين البروجيكتور. ليه؟ عشان أكتب بيه، عشان أكتب من غير ما أضطر أداري حاجة يعني. فانت بتقف على يمين البروجيكتور. glance at the visual or notes without losing eye contact، ممكن يعني ايه تبص على النوتس اللي انت كاتبها او على الفيجوال بتاعك. انا مثلا بشرح السبوره، فممكن ابص على السبوره دي، بس مش انا ابص عليها واقعد ربع ساعه اكلم السبوره وانت مش شايفني، يعني لما وشك يبقى للجمهور طول الوقت، الا نادرا لو بصيت للسبوره عشان اتاكد بس انك ايه، انك مع الدنيا يعني، وترجع عينك للجمهور تاني. فانت دايما وشك للجمهور، كلامك موجه للجمهور. ودي النقطه الثالثه، بيقول لك never talk to the projector اور ذا سكرين، لا تتحدث الى البروجيكتور ولا للسكرين. دي من الغلطات الشائعه اللي بتحصل في اي بابليك سبيكر، ان ممكن يقعد يتكلم السبوره او بيكلم الحيطه، لا يا حبيبي، او بيكلم الورقه اللي في ايده، بيبص للورقه كده وبيكلمها، لا كلم الجمهور، وعينك ممكن تروح على السبوره للحظات وترجع تاني. يبقى اونلي تو يور اودينس، لازم عينك تبقى دايما للجمهور. كنترول يور فيجوال، بيكمل معاك ازاي تتحكم في السبوره اللي انت واقف عليها، تتعامل معاها ازاي صح. خلاص قلنا البوزيشننج، يعني المكان اللي تقف فيه. البوينتنج، اشاور ولا لا؟ بيقول لك البوينترز اللي هستخدمها كان بي وودن، ممكن اشاور بعصايه في ايديا اشاور بيها على المكان اللي انا بدرسه،
او تلسكوبينج اللي هو انت غالبا يعني انت في يوم من الايام كسرت راس الراديو، بتبقى ايه حديده داخله جوه حديده داخله جوه حديده، هي دي تلسكوبينج، دي معناها انك بتتفرد عصايه بتتفرد كده، هي دي. يعني ممكن تكون العصايه اللي هشاور بيها او البوينتر اللي هشاور بيه وودن او تلسكوبينج او نور ليزر كده ماسكه وبشاور بيه. طبعا دي حاجه نادره قوي يعني، حاجات نظيفه عن اللي احنا بنشوفه، ليزر واللايت والحاجات دي. انت غالبا بتشاور بعصايه او بتشاور بايدك اصلا. كان بيكم كان بيكم ديستراكتنج اند دينجرس. دينجرس يعني انت ممكن تبقى اللي بتشاور بايدك شيء مشتت او دينجرس يعني خطير. يوز يور ليفت هاند تو بوينت انستد، ممكن تستخدم ايدك يعني بص احنا عارفين بعضينا يعني، فاستخدم ايدك وخلاص. استخدم انه ايد الشمال، الشمال جميل لان انا واقف فين؟ واقف على الجنب اليمين، فلما اشاور بالشمال مش هضطر ان اضير نفسي عشان ايه اشاور، فاهم الفكره؟ بستخدم ايدي اللي هي جنب السبوره، مش ايدي الثانيه اللي الناحيه الثانيه اللي عشان اشاور بيها هضطر الف، فبديك ظهري وبتكلم مع السبوره، فاهم الفكره؟ عامل حوار مناقشه مع السبوره. Don't move into the projected image، لا تدخل في حيز الصوره، انت كده بتداريها حضرتك، بتورينا ظلك على السبوره دي ليه؟ ما تخشش في النطاق بتاع النور اصلا، خليك واقف ورا، ولو سبوره ما تقفش قدام السبوره ان انا مش شايف اللي وراك. وسع يا مستر، ليه وسع يا مستر؟ ما تتعلم الحاجات دي وما تقفش قدام السبوره، اكتب من بعيد او اكتب وابعد، فاهم الفكره؟ كنترول يور فيجوال، مكمل شرح في انك ازاي تتعامل مع الفيجوال اللي بتشرح عليه، سواء هو مرئي بصوره الكترونيه او بشكل جماد كده اللي هو سبوره وكده. تراي نوت تو هولد نوتس، حاول بقدر الامكان الا تحمل في يدك الكلام المكتوب، ما تمسكش ورق لان ماسكك الورق ده بيقلل من ثقه الجمهور فيك غالبا يعني. هو يشوفك ماسك ورقه يحس انك مش حافظ، مش مستوعب معلومه حلوه. To leave your hands free for gestures، يعني عشان تسيب ايدك، هو هنا بيقول لك السبب مش ان الجمهور يفقد الثقه فيك، لا ده مش السبب، هو السبب عشان تسيب ايدك حره فتعرف ايه تعبر بايدك، لازم المتحدث يستخدم ايده في التعبير. لما اقول لك الساعه كام وايدي جنبي غير لما اقول لك الساعه كام وبشاور بعمل ايدي كده، سامع الصوت ده؟ سامع اهو، يعني بشاور على مكان الساعه، فبيساعدك جدا تفهم معلومه احسن. ما بقى بقول انا في المحاضره وكل شويه اقول لك مثلا لما نمشي بالقطر ومتحرك بايدي كده، فتلاقي نفسك متفاعل معايا طبعا مش بطريقه اوفر يعني. كل ده بيدرسوه في البابليك سبيكنج. حلو، يبقى حاول قدر الامكان ما تمسكش نوتس في ايدك عشان تبقى ايدك حره للجستشرز، يعني للتفاعلات مع الناس والحركه والكلام ده، الايماءات. ده الترجمه الحرفيه ايماءات. جميل. نوتس كان تمت يو تو ريد يور برزنتيشنز، ان الملاحظات دي ممكن تخليك عندك ايه، تغريك انك تقرا السلايدز بتاعتك تاني بدل ما انت تاخد نوت، لا تخليك تقراها احسن عشان تعرف تستغني عن النوتس دي. If you must use notes خلاص فرغ الامر، وانت هتنسى وخلاص هتضيع في تروح في 60 سلامه، وعايز تشوف النوتس خليها على درج جنبك، على ترابيزه جنب الستيج، وكل ما تحتاجها روح بص وارجع، او حطها في جيبك، كل ما تحتاجها طلع بص بص سريعه كده ورجعها على طول. Keep them to the side on a lectern، يعني a lectern يعني حطها على رف جانبي كده. Never talk to your notes، لا تتحدث الى الورق، ما تبصش في ورق وانت بتتكلم، بص واحنا نحترم بصتك وبعدين خلص وبص لنا احنا تاني بليز، يعني ما تتكلمش للورق، انت كده اسمها ايه، بتظهر عدم اهتمام لينا. Only to your audience، نفس الجمله اتكررت، دي هتيجي سؤال، دي هتيجي سؤال صدقني، لو ما جاش سؤال في الفاينل عادي يعني ما جاش. كويك سبيتش هيديك بقى ملخص سريع جدا، بيقول لك ايه، a 10 minute course that provides a sure fire way to design an appropriate speech in less than an hour. يعني هدي لك كورس مدته 10 دقايق كده سريع، في السريع قوي، يعلمك ازاي تلقي خطاب او تديزاين خطاب بطريقه مظبوطه في اقل من ساعه. ازاي تديزاين الخطاب نفسه، كويك سبيتش. بيقول لك بريست فور تايم، اتزنقت في الوقت، مضغوط في الوقت، دونت ساكريفايس يور سبيتش، مزنوق في الوقت ما تعملش سبيتش غلط، ما تحضرش المحتوى بايظ عشان خاطر انت مزنوق في الوقت، لا تضحي بذلك، ولكن اتبع اللي هنقوله دلوقتي عشان نساعدك تعمل ازاي برزنتيشن حلو ومحتوى جيد في مده قليله. Just follow this formula. وكاتب لك كلام كتير طبعا مش هنقراه يعني، مش لازم. فرق انت مع نفسك. المقدمة اللي انت محتاج introduction لانك ازاي تعمل speech قوي، انك تعرف ان التايم فور سبيتش is 7 minutes. حوالي متوسط الوقت اللي انت هتقدم فيه الكلام اللي هتقوله هو 7 دقائق. فانت اعمل كلام ومحتوى مناسب للسبع دقائق. بلاش الشغف يقودك وتقوم كاتب لنا 20 صفحة ولا 50 صفحة وتقعد تقدمهم، زي ما احنا بنذاكر دلوقتي حاجة 87. ده الشغف خدنا فعملنا 87 صفحه، لما المفروض يبقى حاجه اصغر يعني. Your speech don't have to be perfect، لازم مش لازم كلامك يبقى مثالي، يعني ده مرض المثاليه، ده حاجه محتاجه انت تتعالج منها، حاجه نفسيا بتسبب توتر يعني. فمش لازم توصل للدرجه بتاعت البرفكشن انك تبقى عندك مثاليه في التعامل، لا، اهم حاجه انك ايه؟ تجو اون، اهم حاجه تعمل ويبقى عندك متعه باللي انت بتعمله، عندك اثاره باللي انت بتقدمه.
all effective speeches are designed to make a point. كل الخطابات او الكلام الفعال او المؤثر دايما يكون متصمم عشان يأثر رسالة واحدة او رسالة عموما، سواء الرسالة دي ليها اكتر من نقطة، بس هو انه يوصل رسالة عشان يميك a point، عشان يصنع هدف يوصلك النقطة. طول ما انت طالع بتديني محاضرة مش عارف انت بتتكلمني عن ايه، هتفضل مشتت. لازم انت تبقى السبيتش بتاعك كله اللي بتصممه دايما كل شيء، عشان كده بتاعك اول المحاضرة ايه، فكر نفسك احنا بندرس ايه في كل محاضرة، بتقول اه كل شيء كده احنا بندرس البرزنتيشن سكيلز بنعمل بيها كذا كذا كذا، كل ثانيتين فكر نفسك عشان انت دايما to the point. Always remember that the easiest and most effective speech is one. دايما تذكر ان اسهل واكثر فعاليه، الخطاب الاكثر فعاليه والاسهل هو ايه، هو اللي بي incorporates your own experiences، اللي بيتوافق وبيتماشى وبيتكامل مع تجاربك الشخصيه ومع خبراتك السابقه. طول ما انت بتتكلم في حاجه انت فاهمها هتجيب حاجات حلوه. وكان بيقولوا من تكلم في غير فنه ايه اتى بالعجائب. ما تتكلمش حاجه تعرفهاش ولا في حاجه مالكش فيها، مالكش معاها خبرات سابقه. ما ينفعش انا بشرح دلوقتي، انا طبعا لا انا معيوب في الحاجات دي عادي جدا، ما ينفعش اكون دكتور بشرح كل ده وانا اصلا وانا بشرحه بقدم محتوى غلط. يعني بقول لك باب النجار مخلع زي ما بيقول، بشرح لك ازاي تقدم سلايدز صح وانا اصلا بقدمها غلط. فلما هقدم سلايدز حلوه امتى؟ لما اكون موافقه لخبراتي انا، مش انا هم يعني، احنا لسه على باب الله. جميل. بعد كده عشان يساعدك تعمل ازاي محتوى جيد هيقول لك في قاعده تتبعها او منهجيه معينه اسمها ال HBA WIIFM. انا اسف يعني على اللي حصل ده، بس ده الاختصار بتاعها. HBA ثلاث حروف وكلمه، ثلاث حروف وكلمه، الكلمه دي اختصار برضه بس على بعضها كده، فاهم؟ WIIFM مش عارف تحفظها. هو يجي لك في سؤال يقول لك ال HBA WIIFM دي بترمز لايه؟ انا عايزك بقى تعرف الرموز دي. اول حاجه الهوك، اللي هو ال H ترمز لكلمه هوك وهي الخطاف. بعمل ايه بالخطاف ده؟ انا بسالك، جت في اول سلايد على فكره فوق. الهوك بخطف بيه حاجه، باتراكت بيه شيء، بجذب بيه شيء ناحيتي. يبقى لما انا بكتب بعد البرزنتيشن يكون فيها عامل الجذب، عامل اثاره ذهن المستمع. يبقى لما احط ان اتنشن جيتر، ايه الان اتنشن جيتر دي؟ انا كشخص سبيكر احط في اول البرزنتيشن بتاعي، اول وانا بحضر الكلام اللي هقوله بقى، احط جملتين كده خليك ياها تركز معايا لو انت نايم. لو واحد داخل كده ومخنوق من حياته، اول ما يخش معايا وفي يندمج الجملتين دول يدخلوا معايا في الجو. يبقى احط في بدايه اعرف كده، عشان لما تيجي تعمل انت برزنتيشن حط في اوله جملتين تجذب القارئ ناحيتك، زي سؤال مثلا تطرح عليه سؤال او تقول له ايه مثلا، تعال نقرا المكتوب احسن، بيقول لك one or two cleverly worded sentences، تحط جملتين يعني مختارهم بعنايه بحيث يجذبوا انتباهه، that will grab your listeners، اللي يجذبوا او يعني ياثروا المستمعين يخليهم يركزوا. it can be an، ممكن تبقى عباره عن ايه، ممكن احط حاجات كتير جدا، ممكن تحط اقتباس، حكايه، فاهمني؟ انكدوت، دي اللي هي انكدوت اللي هي حكايه طريفه مثلا، نكته تستظرف في الاول بس استظراف لطيف كده، عمرك شفت كذا ورحت كذا، فاهم الحاجات دي؟ الجو بتاع الناس البابليك سبيكرز دول، اول ما يخش يقول لك عمرك شفت في حد في حياتك بيسقي الزرع بميه مجاري، فاهم حاجات زي كده، ها وتلاقي نفسك ركزت معاه حسيته راجل روش. اكوت، ممكن تحط في الاول اقتباس، تقول مثلا ده الشخص العميق بقى لو طلع على المسرح، يقول القارئ النجيب محفوظ، ومرزع جمله واصلا هو اللي مؤلفها قبل ما يطلع اصلا، بس هو كده جذب انت حاسس ان هو دخلني معاه في الجو. او ممكن يقول قصيده في الاول، بس طبعا ده نادرا، بس ممكن تقول قصيده في البدايه لو انت في موضوع حماسي مثلا، اول ما تلاقي الراجل طلع مثلا وماسك سيف كده وهيقول خطبه مثلا زي بتوع مقاومه مثلا فلسطينيه، يقول لك ان العلا، ويمرزع قصيده كده، تلاقي نفسك ان جذبت للكلام وعجبك جدا، فاهم؟ طبعا ربنا يوفقك. طبعا اقول questioning، او هي الكتابه مش عارف دي غلطه ولا ايه، المهم ان انت تطرح سؤال يعني متعلق بالتوبيك بتاعك، ايه رايكم في كذا كذا، فاهم فكره؟ يبقى انت كده خليته دخل معاك في الجو. along with your close، خليك دايما قريب من المجال اللي تتكلم فيه، ما تبعدش عنه. you have to memorize، يجب ان تتذكر ذلك دوما، انك دايما تبقى to the point، اوعى تخرج عن الموضوع، لو خرجت ارجع له تاني بسرعه. حلو. زي ما احنا دلوقتي خرجنا احنا بنتكلم عن ايه، presentation skills، مهارات إلقاء العروض التقديمية. من الميثودز اللي بنستخدمها هي ال HBA WIIFM، أول حرف بيرمز للهوك اللي هو خطاف بيجذب الانتباه، أن attention جر حاجة تجت الاتنشن. تمام. كمثال let him that would move the earth first move himself، يعني أول ما دخل كده قال لك الجملة دي، دع ذلك الشخص الذي يريد تغيير الأرض أن يغير نفسه أولا. الله أكبر، ويقول لك ده اللي قالها عمك سقراط. جميل أوي. How many of you carry a CBR certification card؟ كم واحد منكم معاه CBR certification card؟ معاه كارنيه بيفيد ان هو بيعرف يعمل انعاش قلبي رئوي.
جميل او اه صح، هناخدها في الصفحه اللي تحت. فده كده سؤال، فتلاقي نفسك اه يبقى الراجل ده يتكلم في الاسعافات، فاهم الفكره؟ انا انجذبت ناحيه اللي يقوله، جذب انتباه، عمل اتنشن جيتر، عمل اتش اللي هي هو هيجي لك والله في السؤال وهتندم لو ما ركزتش. طب تاني حرف اللي هو البي بيرمز للبادي، ايه البادي ده بقى؟ يو نيد اللي هو انا هتكلم في ايه؟ وانا بتكلم بقى في صلب الموضوع لازم اجلب ملخص الاربع سطور دول، انك تجلب دليل على كل ما تقوله. لا تقل شيئا بلا دليل، ما تقولش حاجه وخلاص كده مرسله كده هي صدقني ما صدقنيش، لا مفيش حاجه اسمها كده، لازم نطلع دليل. الدليل ده انواع، بلاش تبقى انت ضيق العقل وتظن ان الدليل هو دليل معملي فقط. لو قلت لك مثلا يعني عدد الناس اللي حاربوا في معركه عين جالوت، ما ينفعش تقول لي تعال نجيب المعمل وحاطين تيست نشوف هم كام، لا. في بقى عشان كده بنقول ان العلم اربع، بيجي من اربع مصادر، ممكن اقول لك عليهم اللي هو النقل الخبر الصادق والقصه كده طويله. المهم يعني you need evidence to make your point believable، لازم تحتاج لدليل لجعل النقطه اللي بتتكلم فيها قابله للتصديق، لازم تحط دليل. limit the number، عشان كده انا مثلا اديك مثال دلوقتي. خلينا نكمل. limit the number of points to 3، قلل عدد النقط اللي انت هتشرحها في البرزنتيشن لثلاث نقاط رئيسيه فقط. جميل، هيجي لك في السؤال يقول لك ايه البي ترمز ليه؟ بادي. طيب مين تاني؟ يقول لك هل تحتاج انك تحضر دليل على كل شيء؟ قول له ايوه، انا انيد الايفيدنس عشان اميك البوينت بتاعتي بليفبل. يو ماست او يو شود ليميت ذا نمبر اوف بوينتس تو كام؟ تو 3. كل دي اسئله تجيلك في الصفحه دي. في الصفحه بقى نفس الكلام، كل صفحه ممكن يجيلك فيها اسئله كتير، فركز. افتر ايتش بوينت، كل نقطه اخلصها بروفايد ايفيدنس، حط دليل عليها عشان تاكد من صدق كلامك. كل ما تخلص نقطه معينه حط دليل، حط دليل عليها انها صح. سبورت يور بوينتس وذ ايفنتس فروم يور لايف، دعم النقاط انت بتناقشها او القضايا اللي بتناقشها بمواقف من حياتك، عشان من حياتك عشان تثبت يعني ده كدليل انها صح. تقول مثلا مثلا اديك مثال ايه، ان التوتر دايما بيكون سبب فيه نتيجه سيئه في التعامل مع المواقف الطارئه، وكان في مره حصل معايا ان انا ابني عيب فرحت بيه مش عارف ايه وكنت متوتر فحصل لنا حادثه وموتنا انا وهو. ايا يكن، حط موقف من حياتك وخلاص. يبقى اتش هوك، خطاف يجذب الانتباه. البي بادي يعني صلب الموضوع، لازم يكون فيه دلائل على صدق ما اقول. الاي بقى ترمز ليه؟ لاسك. اسك ايه يعني؟ اسك فور ات، يعني انت عايز حاجه من الجمهور صح؟ عايزهم يركزوا مثلا، عايزهم يتفاعلوا معاك في حاجه معينه، عايزهم يفهموا شيء معين، اطلب منهم يعملوا كده، اطلب منهم. شفت ده دلوقتي؟ خلي بالك لو انا بشرح لك وخلاص مش هتركز معايا. طب لو انا كل شويه اقول لك ركز معايا في الحته دي، اعرف ان الاتش بتعبر عن كده، كل شويه بطلب منك بطلب، فمخك بيستجيب، مخك بالعافيه بيركز معايا. فاسك فور ات يعني اطلب من الجمهور يعمل اللي انت عايزه. اسك فور ات، اسك فور وات يو نيد، اسال اطلب اللي انت محتاجه. موتيفيت ذا اودينس تو اكشن، اطلب من الجمهور ان يتفاعل معاك، ان ياخد فعل معين، ان يعمل شيء معين. دونت اسيوم ذا اودينس ويل نو، لا تتوقع من الجمهور انه عارف حاجه معينه. يعني انا داخل معايا دلوقتي بشرح لك، طول ما انا بشرح وانا مفترض انك عارف حاجه معينه هتفضل متضايق مني. ليه؟ عايز تقول لي يعني معلش يا عم خدنا على قد حالي وعرفهم. ما ينفعش اجي اتكلم دلوقتي اقول لك ايه؟ ايه قدامي كلمه انجليزي معقده جدا وانا اتجاهل اقول لك انت إيه ازاي مش عارف الحاجات دي؟ لا يا عم انا مفترض افترض انك ما تعرفش اي حاجه واشرح لك على خطوه الضعيف زي ما بيقولوا، بنمشي على اقل واحد، ساعتها الناس هتتقبلك بطريقه افضل. فاهم الفكره؟ انا بكلمك في علوم الكمبيوتنج مثلا اللي هو كلاود كمبيوتنج. ليه مفترض انك فاهم يعني ايه كلاود كمبيوتنج؟ ما انا بشرح لك من الصفر خالص. فانت دايما دونت اسيوم ذا اودينس ويل نو، لا تتوقع ابدا بان الجمهور يعلم شيء اصلا. تكلم على اقل درجه منه. يجي بسؤال يقول لك الاي من الميثود اللي اسمها اتش بي اي دبليو اي اي اف ام ترمز ايه؟ لا تقول له اسك فور ات، يعني اسال الجمهور ان يعملوا الحاجه اللي انت عايزها. يقول لك يو شود موتيفيت ذا اودينس تو اكشن، قول له ايوه مظبوط. يقول لك يو كان او يو شود اسيوم ذا اودينس ويل نو، قول له لا انا لازم ما اسيومش ان هم يعرفوا حاجه، ما بفترضش ان هم عارفين حاجه. It doesn't matter how trivial you think your subject is. لا يهم يعني مش ما يهمناش انك شايف قد ايه مادتك مهمه. يعني انت بقالك 10 سنين، قصدي مش مهمه بديهيه. يعني انت بتقول لي اصل انا المفروض يكون الاودينس اكيد عارفين كذا، لان ده شيء بديهي جدا، بديهي بالنسبه لك مش بالنسبه لهم هم. يعني انت بقالك 10 سنين بتشرح سيركتس، بس انا امبارح كنت مفكر المقاومه الكهربيه زي المقاومه الفلسطينيه، فما تجيش تعاملني عيني زيك وفاهم، عاملني دايما عيني انا مش فاهم عشان الاقيك مسهل عليا الدنيا كده. يبقى it doesn't matter how trivial you think your subject is، لا يهم كيف او مدى رؤيتك انت لان الموضوع اللي بتناقشه تريفيال يعني بديهي. any topic can present a case for audience action، اي موضوع هو بيمثل قضيه بالنسبه للمستمع لانه اول مره يسمعها في حياته.
والدليل على كده انت نفسك غالبا ذاكرت درس قبل كده كان بالنسبه لك عامل كارثه، ولما خلصته بقيت عايز تقول يعني ازاي ما كنتش فاهم الدرس ده؟ ما تروحش بقى تعامل غيرك بنفس فهمك انت، ويعني ايه، وتحاول توصله لقمه الهرم بتاعك في الوقت اللي هو لسه عند اول درجه، فاهم الفكره؟ examples for ask for it، مثال على انك تعمل ايه للجمهور عشان تخليه وتطلب منهم يعملوا حاجه معينه، زي ان اقول له مثلا بالامر المباشر كده contribute to the national cancer society، شارك او ساهم في الناشونال كانسر سوسايتي، شارك في اسمه ايه ده المجتمع القومي لعلاج مرض السرطان، فبقول له شارك فيه، فبأمر يعمل الحاجه الفلانيه. تخيل انا عامل الحلقه بكلمك فيها عن اهميه العمل التطوعي والمشاركه في علاج مرضى السرطان وبس كده، خلاص شكرا، عايز تطلع عايز تقول لي شكرا على المعلومه؟ لا، لازم اقول لك بقى ايوه اعمل ايه، contribute to، شارك، او ممكن اقول لك vote for the next election، شارك في الانتخابات القادمه، اهو بنصحك، او عامل محاضره للتوعيه عن اهميه المشاركه في الانتخابات، فقمت قايل لك شارك في الانتخابات القادمه. eat at the new steak house، كل في المطعم الجديد، يعني اكون بقى اي كلام. طيب الكلمه الباكج على بعضها الجميله اللي في الاخر دبليو اي 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 اف ام دي ترمز ليه؟ لجمله، يبقى اول حاجه اتش هوك بيجذب الانتباه، خطاف يجذب الانتباه. البي بادي يعني جسم الموضوع اللي هتكلم فيه، لازم يكون كل معلومه عليها دليل والا يزيد البوينتس عن ثلاثه من المفضل يعني. الاي اسك فور ات يعني اطلب من الجمهور اللي انت عايزه. تمام. ال W I I F M ترمز لجمله وهي What is in for me؟ ما هي يعني ماذا في الداخل من اجلي؟ ده ترجمه حرفيه، يعني ايه؟ يعني الحوار انت بتحكي ده لازمته ايه بالنسبه لي؟ انا هطلع منه انه فايده؟ دي لازم تقولها للجمهور. يبقى دي عناصر ان بنعد دلوقتي الشخص اللي هيقدم محتوى بطريقه جيده، لازم أن يبقى بيجذب الانتباه صح، بيقدم ادله، بيطلب من الجمهور حاجات في وسط الكلام عشان فيه تفاعل، واخر حاجه ان يخبر الجمهور بمدى الاستفاده اللي هتعود عليهم من سماع نصيحته. لو عملوا الحاجه اللي طلبها منهم في الخطوه اللي قبل الاخيره اللي هي الاسك، هيحصل لهم ايه؟ يبقى دي النتيجه. What is in for me او what is not for me، ماذا بداخلها من اجلي؟ هيعود عليا ايه بالنفع عشان تساعده يعملها. Tell them what they get from actions you want them to make، اخبرهم ماذا سيعود عليهم من خضوعهم لما تقول لو عملوا اللي انت بتقول عليه. ايه اللي هيحصل لك لو شاركت في المجتمع القومي لمساعده مرضى السرطان؟ هتخفف عن مصر او عن الدوله اللي انت فيها الالام اللي بيعانوها، وهتبقى شاركت في ثواب كبير منك ساعدت المريض انه يخفف اعناقه. تفضل بص هحرك جواك المشاعر، فاهم الفكره؟ كمية gives the audience the final reasons they need to take actions، اديهم الاسباب النهائيه الخلاصه يعني ليه شارك في الشيء الفلاني. يبقى دي اسمها what is in for me W I I F M، ال what W ال I I is in وال it معانا كده في السكه يعني for me F M. convince any fence sitting listeners، اقنع الناس اللي قاعدين زي الدسك، اقنع الناس اللي قاعدين وخلاص، اقنعهم بالراي اللي انت تقوله بانك تقدم ادله عليه او انك تقول له ليه يشارك فيه. جميل. امثله على ذلك give the satisfaction of helping science defeat cancer، انك هتساعد او هتحصل على الرضا بمساعده العلم في التغلب على السرطان. يبقى انت يعني ليه تساعد، ليه تشارك في المؤتمر الفلاني اللي هو بتاع السرطان ده؟ عشان تساعد العلم في القضاء على السرطان، وده في حد ذاته سبب كافي يعني. participate in making a difference in the political system، يبقى ليه تشارك في الانتخابات اللي فوق هنا في المثال الثاني، كل مثال جايب لك عليه تحت السبب بتاعه. ليه تشارك في الانتخابات؟ عشان تشارك في صنع اختلاف في النظام السياسي. وليه تروح المطعم الجديد؟ عشان سي ان انترتيننج شو اند انجوي ا فانتاستيك ميل، عشان تاكل اكله حلوه وتتفرج على تحظى بوقت ممتع. مراجع على الفور ستيبس اللي فاتوا، ايه هم الفور ستيبس؟ يا رب تكون نسيت. اتش بي اي دبليو اي اي اف ام، الاتش هوك هجذب الانتباه، البي بادي في نص كلامي لازم انا اجيب ادله على كل ما اقول، ايه اسك فور ات يعني اطلب من الجمهور يعمل اللي انت عايزه، عايز يعملهم كذا اطلب منهم بالامر المباشر عشان يبقى مركز معاك طول الوقت. اخر حاجه دبليو اي اي اتش دبليو اي اي اف ام معناها وات از ان ات فور مي، ماذا بداخل الامر انت بتطلب مني من اجلي، يعني هيعود عليا ايه، النفع اللي هيجيبني او ايه الفايده اللي هقدر اعملها او ايه الثواب اللي هاخده كمان، ممكن تاخدش دي تندرج تحتها يعني. كفاك بكل خير تعمله، ان هو السبب ان السبب انك تعمله انك تاخد ثواب والله العظيم. ريفيو اوف ذا فور ستيبس، فبقول لك مراجعه عليهم بقى. captivate جاي من capture اللي هو انك تأثر يعني او تأتراكت حاجه. captivate your audience with an effective hook، انك تجذبهم بخطاف. ايه الخطاف ده؟ ان اقول في الاول جملتين كده يجذبوا الانتباه، هم ده اول حرف الهوك او الاتش.
support your points by adding personal experiences، انك تدعم ما تقول او النقط اللي بتقولها بادله زي الخبرات الشخصيه. يبقى دي الخطوه الثانيه اللي هي البادي. اخر ثالث حاجه ان انا ااسك فور اللي انا عايزه، زي ان انا seek action by asking for it، احصل على الفعل بطلبه او احصل على الفعل بطلبه. tell the audience what they will get، ان تخبر الجمهور بما يجب عليهم فعله او لماذا يفعلون شيئا، ليه؟ عشان هيعود عليهم كذا وكذا وكذا. فده نقطه اربعه اللي هي WIIFM. يا رب تكون الحته دي حفرت في مخي. الميثود دي هتيجي في امتحان وش. خلصنا. خلي بالك بقى، بص اول صفحه، ارجع كده تاني بسرعه. اول صفحه خالص قلنا ان هنتكلم عن انترودكشن، اتكلمنا عنها مقدمه وقعدنا نقول ليه البرزنتيشن حلوه وهل اي حد يعرف يعرض ولا لا. اتكلمنا عن المرئيات ولفينا عليها لفه ما اعلم بقى ربنا. الكويك سبيتش، ازاي تتكلم بطريقه حلوه، دي اللي احنا خلصناها لحد دلوقتي. خلصت ثلاث نقط، فاضل ايه بقى؟ وانت على المسرح وانت على البلاتفورم حصل لك مصيبه زرقاء، حصل لك بيت فول، مش بهزر طبعا، حصل لك مشكله وخلاص عطل، يعني اتعامل معاها ازاي؟ ننزل نروح للعطل ده نشوف هنتعامل معاها ازاي. كلها هاو تو ديل، ازاي تتعامل معاها. هي ايه اللي ممكن يحصل لي وانا فوق؟ ثلاث حاجات، ثلاث حاجات غالبا ما فيش رابع عليهم. الجليتشز، يعني ايه جليتش؟ ركز معايا اشرح لك الحوار كده ببساطه عشان تعرف تقرا الكلام تحت ننجزه. الجليتش وهي المشكله اللي هتحصل في المعدات. لو المعده عطلت، لو النت قطع، لو النور قطع، لو السلايدز، لو الباقه خلصت، ايا يكن بقى انت بتعرض ازاي، يعني الجليتش دي معناها مشكله تقنيه في الادوات. طيب البلاندرز اللي هو الاخطاء اللي منك انت، نسيت، وقفت، المعلومه طارت، مخي فضي، حصل لي ربكه، توترت، كل دي مع اخطاء شخصيه منك انت. طيب المس هابس او يعني ايه، افتكر هابس دي شبه هابن كده، الحوادث السيئه، زي ما نقول مثلا حصلت حريقه، حصلت مطره جامده واحنا واقفين في الهو، ايا يكن المشكله حصلت، بس هي بره الادوات وبريا انا شخصيا. لان لو هي في الادوات بتبقى اسمها جليتش، لو هي فيها انا شخصيا بتبقى اسمها بلاندر، يعني خطا مني انا. لو هي مس هابس يعني اي شيء طارئ حصل بعد كده، اي شيء حصل بعد كده، ايمرجنسي، اي اسمها ايه، مشكله حصلت، يعني اي حاجه خطر حصل زي حريقه او غيرها. نتعامل مع الثلاث حاجات دول ازاي؟ تعال نتفرج عليهم. اولا تعرفهم، انت مش محتاج تحفظ تعريف، انت فهمته. الجليتش هي السادن يوجوالي تمبوراري مالفانكشن، او مشكله حصلت بشكل مؤقت او مفاجئ. فين؟ في الايكويبمنت. يبقى اول ما تشوف ايكويبمنت دي جليتش، اول ما تشوف مشكله في ايكويبمنت يبقى دي اسمها جليتش. طب البلاندر؟ لا ده خطا شخصي، خطا شخصي مني انا، ازاي؟ نسيت مثلا، او قلت كلمه غلط، او قلت جمله معلومه غلط. يبقى تو ميك ا ميستيك ثرو ستوبيريتي يعني الغباء، انك تعمل غلطه، انك اتغبيت يعني قلت جمله غلط. ستوبيريتي هنا معناها غباء. اجنورنس او بالجهل، او كيرلسنس يعني انت شخص مهمل. فانت الثلاث حاجات دول ادوا انك في مره منهم، في مره يعني طلعت غلطه منك، قلت جمله غلط، معلومه غلط، اديت تاريخ غلط، اين يكن بقى. يبقى دي اسمها بلاندر، يعني حاجه منك انت. انما الجليتش من الايكويبمنت، النت قطع، النور قطع، المكنه باظت، الطبعه قفلت، السبوره وقعت، في 50 حاجه ممكن تحصل. المس هابس بقى اللي هي الحاجات اللي خارجه عن ارادتك انت، بس هي مش غلطه منك ولا من المعدات، غلطه خارجيه. زي ان يحصل حادثه، ان انفورشنت اكسيدنت، حادث بشكل بالمفهوم العام، حريقه، امطار، المدرجات وقعت، ايا يعني يكن، يعني زلزال قام، حاجه زي كده، يعني مس هابس. تتعامل مع الحاجات دي ازاي؟ طبعا الاخيره دي تطلع يجري. هنهزر. انتروداكشن، مقدمه. during your presentation ممكن الميكروفون يموت، يعني مش يموت حرفيا، اللي هو يقف. the fire alarm goes off، ممكن انذار الحريقي يضرب ويطلع في الاخر واحد كان بيدخن، يعني فاهم الفكره؟ the computer shuts down، ممكن الكمبيوتر يفصل. و your mind locks up، دي بقى غلطه منك، يعني بقى ده كله غلطه من المعدات او غلطه من المس هابس اللي هي الحاجات الخارجيه عنك انت والمعدات، لكن الاخيره دي منك انت، ان مخك يفضى عصبا، معلومه وقفت، مش قادر اقول حاجه، خرجت قدام الناس نسيت كل اللي كنت هقوله. ده بنسميه انها اسمها ايه؟ بلاندر صح؟ بلاندر يعني خطا منك انت، خطا شخصي. whether your speech revives or chokes depends on what you do، ان اذا كان الخطاب بتاعك هيكمل او الحوار بتاعك هيكمل ولا لا، ده بيعتمد على ما ستفعله، على ردة فعلك. والله ممكن واحد رد فعله ياخد الجهاز ويقفل ويمشي، يبقى كده بوظ العرض والناس عمرها ما تحضره تاني. واحد تاني اتعامل بطريقه صح وتغلب عن المشكله وعمل اللي هنقوله تحت، فبالتالي الناس هتحضره وهتحب طريقته حتى رغم المشكله اللي حصلت. هاو تو ديل، ازاي اتعامل مع الحاجات دي كلها. اول مفهوم كونكت، دايما تواصل. تواصل مع مين؟ مع الجمهور. ازاي؟ اول ما المشكله حصلت غالبا الجمهور هيبدا يتشتت ويبدا الكلام الجانبي يظهر ويبدا يفقدوا فيك الايه؟ التواصل. فانت اعمل ايه؟ رجعهم ليك على طول. ازاي؟ قال لك لوك يور اودينس ان ذا اي،
بص في عيون، بص للاودينس على طول، ما تبقاش بص على المصيبه اللي حصلت وسايب الناس، الناس هيتفرقوا وهتشتتوا. سبيك سيمبل ويز كونفيكشن، اتكلم ببساطه وحاول تقنعهم بالمعلومه اللي انت هتقولها، حاول تستغني عن الاداه اللي انت كنت هتستخدمها اللي هي باظت دلوقتي. اورجنايز يور سبيتش، رتب كلامك، بلاش تتشتت، بلاش تتوتر عشان الغلطه اللي حصلت ان الجهاز وقع مثلا او النت فصل ولا كده، لا رتب كلامك وقوله بطريقه بسيطه. دريس بروبرلي، البس لبس مناسب طبعا ده عموما. avoid using offending language، لا تستخدم لغة، ما تستخدمش لغة صعبة. send an appealing message، يعني المفروض لغة سيئة، يعني offending هنا معناها لغة سيئة، لا تستخدم لغة سيئة، ما تستخدمش كلمات خارجة مثلا. send an appealing message، قدم رسالة واضحة وكويسة. use credible reasoning، استخدم تفسير يكون منطقي مصدق قابل للتصديق. tell engaging stories، واخبر او قول قصص متعلقه بالمجال الموضوع اللي بتتكلم فيه او المتعلقه بيه. engage يعني ايه engage منهم؟ engagement معناها ايه؟ علاقه او رابطه او خطوبه ساعات. يبقى المهم انك لما يحصل معاك مشكله في التواصل تعالجها بالتواصل، يعني النت قطع تفكك الموضوع خالص، ثم تبدا تبص للجمهور تتكلم معاهم وتربطهم بيك تاني وتنظم الخطاب بتاعك وتبقى بتتكلم سيمبلي ببساطه. جميل. يبقى the first principle، يجي في السؤال بقى بص بياكد عليها اهو، ده سؤال اهو. The first principle to deal with the problem of glitches او the glitches على طول كده اهو، مشاكل تبع الايكويبمنت اعالجها ازاي؟ بالكونكت. يبقى اول مفهوم او اول مبدأ هو كونكت. طيب نكمل. connecting turns audience into partners in a dialogue، لما بتيجي تتواصل مع الناس صح، مع الاودينس صح، بتحولهم لكنهم ناس محاورين معاك في حوار، يعني اكنكم داخلين في حوار دايالوج مع بعض وانت بتكلمهم، عكس لو واحد بيلقي محاضره صماء كده هو لا ما انت ولا انا براكوا اساسا، انت ناس وانا ناس تانيين، فاهم؟ لا ده انما اللي بيكونكت معاهم صح بيخليهم اكنهم مشاركين معاه في الحوار، يسال فيجاوبه فياخد اراء فيقول انت اللي هناك ايه رايك في كذا، انت اللي هنا، فاهم الحاجات دي؟ هي دي. So they can overlook your nervousness، ممكن مش هيركزوا قوي، مش هيتغلبوا على العصبيه بتاعتك، مش هيركزوا فيها. Laugh at jokes they heard before، هيضحكوا على النكت اللي انت بتقولها. Give you the benefit of the doubt، ركز حتة دي. Give you the benefit of the doubt معناها ايه؟ هيحاولوا يصدقوا اللي انت بتقوله. خلي بالك ده idiom، واخد بالك لحد دلوقتي التلاتة idiom ممكن يتجابوا من الحلقة دي. You are off the hook او الصفحة خالص، كان معناها انك تفلت من الموضوع، انك كده نجحت في انك تعمله يعني. ده اول idiom. تاني idiom مش فاكره، تالت idiom انك to give the benefit of the doubt، يعني تدي فايدة الحوار او الخلاف اللي ما بيننا او الشك اللي ما بيننا، يعني ان انا معناها ان انا اصدقك، ان انا اصدقك حتى لو انت تقوله ده ايا يعني يكن هو ايه، بس انا اصدقك. فانت لما تعمل الكونكت ده هتخلي الجمهور يصدقك، حتى يعني لو انت بتقوله مش 100% بس هيصدقوك. فهمت الفكره ايه؟ يبقى لو قالك في السؤال الايديوم ده معناه ايه، جيف ذا بنفيت اوف ذا داوت معناها انك تصدق انسان. هيلب يو اوت، ان هو ممكن يساعدوك لو حصلت معاك مشكله، ممكن هم اللي يساعدوك، هيحترموك وانت بتتواصل معاهم كده، عكس لو واحد تاني سابه ومشي كده راح قعد جنب الجهاز يعيط. The second principle، يبقى أول principle هو connect. تاني principle be prepared، وده شعار الكشافة، the scout motto، شعار الكشافة. الكشافة بيقولوا إيه؟ دايماً كن مستعداً، be prepared لأي حاجة تحصل. فأنت وأنت داخل مستعد لأي حاجة تحصل وتتعامل معاها إزاي، ومخطط حاطط سيناريوهات في مخك كده، لو حصل كذا هعمل كذا، لو حصل كذا هعمل كذا، فأما بيحصل لك موقف تتوترش، فتلاقي نفسك تعرف تتصرف صح. Think of problems that might occur، فكر في كل المشكلات اللي ممكن تحصل وحط حلول جاهزة ليها، devise possible solutions. الثلاث مشاكل اللي ممكن يحصلوا لك ثلاث فئات، حاجات متعلقه ميكانيكال فيلير، يعني فشل في الادوات او المعدات او الاشياء الميكانيكيه اللي هي الادوات، يعني ده بنسميه جليتش. بلاندر هو الهيومن ايرور، الخطا الفردي منك، الخطا الشخصي. المسهب حاجه خارجيه عنك انت الاثنين، زي انها تكون امرجنسي او طوارئ، حصلت طوارئ، حاله طوارئ درجه ج. جميل كده، دول الثلاث انواع. طوارئ زي موضوع حريقه، زلزال كده يعني. ريكوايرز ايميديت ريسبونس، دي تيجي في سؤال، دي ممكن تجي لك سؤال جدا، يقول لك كل المشاكل اللي ممكن تحصل مشتركه بينها ايه؟ انها تحتاج لرد فعل في الحال. requires immediate response، ما تتوقفش، ما تتوترش وتقف مش عارف تتصرف، لا تصرف في الحال، شوف انت عشان كده قلنا تكون مجهز سيناريو معين فتحل بيه المشكله دي، قلنا فوق تكون عامل devising possible solutions للمشاكل انت توقعتها، فلما يحصل اي مشكله تعرف ايه؟ تتصرف بسرعه. attending to what is more important than the speech، انك تروح تعالج المشكله وترجع افضل من انك تكمل سبيتش وخلاص، لان معالجتك للمشكله هيسهل عليك انك تكمل السبيتش. الجليتش دي اللي هي زي ما قلنا مشكله في الادوات او خلل في الادوات،
بتعالجها ازاي؟ بانك تبقى معاك باك اب افيلبل، يعني معاك ادوات احتياطيه استبني، يعني تكون جايب معاك مثلا ليزر، عدسات للبروجيكتور عشان لو باظت العدسات، جايب ليزر اضافي، جايب عصايه اضافيه، جايب انسان اضافي اصلا تحطه جنبك ان انت يحصل لك اي حاجه، فاهم كده؟ يعني repair or replace equipment on the spot. speak to the technician before presentation. تكلم التقني قبل ما تعمل presentation، تتأكد ان الحاجة سليمة واني اعالج كذا ازاي او ابدل كذا ازاي لو حصلت مشكلة. focus on the audience and message. ركز على الجمهور وعلى الرسالة عايز توصلها، ليس على المشكلة. ما تركزش على المشكلة قوي، ركز على الجمهور اهم حاجة، لا تفقد التواصل معاه. طب ايه بقى تاني؟ proceed if you don't fix the problem. كمل لو معرفتش تصلح المشكلة. يبقى اول خطوة بروح اصلح المشكلة، معرفتش برجع اكمل حوار عادي خالص، بقى اكمل كلام يعني نقاش. الجليتش بنكمل فيها. برينج هاند اوتس، هات معاك المذكرات او النشرات اللي قلنا عليها اللي بتقدمها اللي فيها ملخص للنقط واماكن لاجابه الاسئله اللي انت هتسالها، وكل ده اللي هي تفاعل مع الجمهور، يعني النشرات دي هاتها وعشان لو حصلت مشكله في السبوره تستخدم النشرات دي، يبقى هي شيء معين ليك انك تتجاوز المشكله. يبقى bring handouts، احضر النشرات دي معاك. copies of slides for everyone، هات نسخه لكل واحد. طب ايه تاني؟ use a one liner. يعني ايه use a one liner؟ دي معناها انك تخبر او تقول نكته. ده برضو idiom على فكره، انك تقول one liner دي معناها انك تقول نكته او قصه طريفه او مزحه. to relieve audience tension، عشان تخفف التوتر بتاع الجمهور، لان حصلت مشكله، انت دلوقتي عايش في مشكله، في جهاز وقف، نور قطع، نت فصل، فلما الجمهور دلوقتي متضايق انت عايز تقلل التوتر الموجود او القلق اللي موجود، فتقوم قايل ايه؟ تهزر على الموضوع، على الموضوع اللي حصل نفسه. ودي من الحاجات اللي بتدي انطباع جامد جدا عن السبيكر. لو حصلت مشكله فتعامل مع المشكله بحس فكاهي، ده بيعرفك ان هو انسان واثق من نفسه. دايركت، هو بيقول لك اهو دايركت يور هيومر، وجه هزارك تو ذا سيتويشن، للموقف اللي حصل مش لشخص معين. ما تهزرش على اللي حصل المشكله منه، ده معناه انك بتسخر منه، السخريه مش حلوه لاي انسان يعني. فانت هزر على الموقف نفسه، قول يا بتاع فصل يبقى احنا كده، هزر بقى عيش. بلاندرز اللي هي الاخطاء الفرديه بقى، لو انت فقدت المكان اللي انت واقف فيه، انا نسيت انا بتكلم فين اصلا، انا فين دلوقتي، احنا مين هنا اصلا، انتوا جايبيني هنا ليه؟ لو نسيت حاول تعمل يا معاك باك اب. ايه الباك اب ده؟ انك تحاول تسترجع المعلومات اللي فاتت، تقول اه النقطه واحد كذا، نقطه اتنين كذا، يبقى اكيد نقطه تلاته اللي عليها الدور كذا، ويبقى افتكرت. طيب النقطه الثانيه اللي ممكن تساعدك تتخطى المشكله دي، وهي انك تشيك يور نوتس. اكيد انت معاك نوته في جيبك زي ما قلنا في اول في الصفحات الاولانيه، فتقوم مطلعها وتتاكد تشوف انت وصلت لحد فين وتكمل عادي خالص، الناس هتحترمك مفيش مشكله يعني. ليف اوت لاين وذين ريتش، خلي بالقرب منك او يمكن الوصول ليها يعني اوت لاين فيها الموضوعات اللي بتكلم فيها، لان العناوين دي هتفكرك باللي كنت هتقوله لو نسيت. ممكن لو اتزهقت خالص تسال الجمهور احنا وقفنا فين. ask audience to help. ask them where you were، اين كنت. If you still tend to forget، لو لسه ناسي، rethink about speech construction، فكر في الكلام عموما. انت اكيد فاكر عنوان الموضوع صح؟ فكر بقى ككل كده، انا اقدر يعني ايه لو انا هتكلم بالسبيتش هعيده من الاول، كنت هقول في الحته دي ايه؟ وتقوم مكمل. جميل؟ طب نكمل لسه، لو انت لقيت نفسك بقى فاضي، فاضي يعني ايه؟ يعني if you blank يعني بطيخ مش فاكر اي حاجه. اي قول اي حاجه بقى، يعني انت قول اي حاجه تبع الموضوع، انت مش تسكت. ف say anything relevant to your speech. لما تقول الحته دي لنفسك مخك بدا يستدعي المعلومات السابقه اللي كانت واقعه منك ويرجع لك تاني، ما توقفش كلام. ودي نصيحه مني ليك على فكره، لما المخ بيتقال له بياخد الطلعه بيعرف يكمل، يعني ما تخش اللجنه كده لما تدعي اي دعوه قبل الامتحان تقول اول ما تاخد نفس عميق كده تقوم قايل وانت طالع بسم الله الرحمن الرحيم، وانت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم كده او بتقول اسمك مثلا، بس خليها دايما بذكر. يعني مخك بيقول حاجه هو مالوفه بالنسبه له، فبيساعده ايه يجيب يكرر الباقي. فاهم الفكره ايه؟ the audience or the occasion، اي حاجه متعلقه بالخطاب اللي بتقول او الموضوع يعني، او بالجمهور او بالمناسبه اللي بتتكلم فيها، قول بقى اي حاجه تبع الموضوع. يجي السؤال يقول لك if you blank هتعمل ايه؟ تلاقي في اختيارات say something relevant او متعلق بالسبيتش، تقول له هي دي الاختيار. فكل دي مواضيع اسئله ركز معاك. check your notes، راجع الملحوظات اللي انت كنت كاتبها. level with your audience، يعني انزل لمستوى جمهورك بقى واعترف له، قول لهم انا ناسي والله انا غلطت، اعمل لكم ايه طيب؟ اروح. relax and your mind will hopefully start again، اهدأ ومخك هيرجع زي ما كان، هيرجع لك المعلومات يعني. وحاجة أخيرة ممكن تعالج بيها مشكلة النسيان اللي حصل لك أو الخطأ الفادح اللي ممكن يحصل لك ده، إنك تتشيك يور اتيتيود، تشوف موقفك إيه. يعني مش لازم تبقى أنت في مثالية، يعني مش لازم تقدم الحاجة 100% صح، لا عادي ممكن تغلط عادي. فأنت يهمك أهم حاجة في أهم عنصر في الموضوع كله إنك تقدم معلومة للجمهور، إنك تسيرف الجمهور، إنك تخدمه، تديله معلومة يعني.
يبقى بيقول لك ريبليس بيرفكشنزم، استبدل ال اسمها ايه المثاليه اللي جواك، وانك عايز اهم حاجه تبقى انت كويس، لا استبدلها بانك عايز تقدم معلومه حلوه للجمهور، حتى لو غلطت مش مشكله، اهم حاجه ان انا بقدم لك المعلومه الصح. يبقى ريبليس بيرفكشنزم ويز سيرفيس، فوكس اون سيرفينج يور اودينس، ركز على تقديم معلومه للجمهور وخدمه الجمهور، مش انت وخلاص، يعني مش المثاليه وخلاص، كلنا مليانين عيوب. ميس هابس، ان يحصل بقى حاجه ثالثه، ما هو انت قلنا كده خلاص خطا في المعدات، خطا فردي، الحاجه الثالثه ميس هابس، حاجه براكم انتوا الاثنين. زي مثلا ايه؟ هتعمل ايه اولا؟ نو وات تو دو ان ادفانس، اعرف تعمل ايه مسبقا، يعني اعرف تتعامل ازاي مع الحرايق، مع الزلازل، مع البراكين، ممكن يطلع تحت مكانك بركان، مين قال لا؟ لوكيت ايمرجنسي اكزيتس، يعني حدد اكزيتس او اماكن للخروج وقت الطوارئ. طوارئ. وفاير اكستنجويشرز، وطفايات حريق خليها جنبك. وتليفون عشان لو تطلبوا النجده مثلا، ممكن صخره تقع تقفل الباب، فاهم الفكره؟ يوز اودينس از ريسورس، ولو مثلا شميت ريحه مثلا بتاع الدخان، اسال الناس انتوا شامين ولا شموا، اتفاعل معاهم برضه في الحته دي، خليهم هم المصدر بتاعك عشان تايدنتيفاي البروبلم وايه وتاسك فور هيلب. اتعلم سي بي ار اللي هو ايه؟ كارديو بالمونري ريسسيتيشن، ريسسيتيشن يعني انعاش قلبي رئوي. كارديو اللي انت بتلعب عشان تعرف تنطقها صح، حتى كارديو اللي هي ايه؟ اللي انت بتلعبه بالرياضه غالبا، لو شفت لما تروح في اي جيم يقول لك هنلعب كارديو، يعني تلعب العاب رياضيه كده حركيه. كارديو بالمونري ريسسيتيشن، ريسسيتيشن جمله سهله، معناها انعاش قلبي رئوي، يعني تتعلم ازاي لما حد يختنق او يغمى عليه ازاي تعمله انعاش بايدك كده، تقوم فارد ايدك على الاخر وتقوم ايدينك فوق بعض، تضغط على تحت تحت الحجاب الحاجز كده بحبه، تديله نفس يعني. جميل. ا فاينل وورد، اخر حاجه اقدر اقولها لك في الحته دي في جزء الكلام وكده، ان سبيكينج از ان لايف وي ار نوت ان كنترول، زي الحياه عموما في الكلام برضو احنا مش متكتفين، احنا مش تحت السيطره يعني، براحتك ما تقلقش نفسك. اور ريسبونس تو ذا انكسبكتد سيز ا لوت اباوت اس از سبيكرز، يعني ان رد فعلك للغير متوقع بيبقى شيء معبر جدا او بيخبرنا الكثير عن شخصيتك كمتحدث. اند ات ديتيرمينز، وبتحدد لنا يعني بدرجه كبيره تو ا جريت ديجري اور تشانسز فور سكسس، بيحدد لك فرصك او فرصتنا احنا في النجاح. يبقى دايما خلي رد فعلك كويس لاي مشكله تحصل. جينا بيكلمك بقى عن الباوربوينت، البرنامج ده ابدا يكلمك عن مزاياه وعيوبه. المزايا بيقول لك اولا مقدمه ويلكم تو ذا وورلد اوف الكترونيك برزنتيشن، هنا بقى هنتكلم على حاجات الكترونيه صرف كلها على كمبيوتر. مايكروسوفت برودكت، ده منتج من منتجات شركه مايكروسوفت، مايكروسوفت باوربوينت، مايكروسوفت وورد، اكسل، الحاجات دي كلها هي اللي عاملاها. بيدينا ايه؟ ميني فيجوال ايدز، بيدي لك كل يعني انواع كتير جدا من العروض البصريه، زي الاوفر هيدز، زي السلايدز، زي السبيكر نوتس، هاند اوتس، كل ده بيدوا لك حاجات جاهزه تعمل عليها وبيساعدك تعملها انت كمان عليه. ذا باور is the checks for language and appearance، المهاره فيه وان يقدر يتشيك فور اللانجوج انت كاتب بيها، وان يخلي لك المظهر بتاع البرزنتيشن كويس، يتشيك فور اللانجوج ويتشيك فور الابيرنس. مميزاته الفيتشرز اللي فيه، بيقدر يدي لك اوفر هيدز، تقدر تعمل فيه حاجات تعملها في العروض التقنيه عموما. ليس هاردوير، يعني ما بحتاجش اي ادوات، لا سبوره بحتاجها ولا اي حاجه، ده هو كمبيوتر سوفت وير. وستايل تشيكينج، بقدر اغير حجم الصفحه ببساطه جدا، اغير الداتا اللي جواها، ازود انقص اتسرا والى اخره. ادينج افكتس، ممكن احط افكتات انتقالات، زي مثلا هنا لو كنا بنجيب الاسئله مثلا، بص دي انتقاله، ترانزيشن ممكن تعمل افكت، يعني اعمل تاثير، اعمل شادو، اعمل مش عارف ايه. اجندز، انستنت اجندا اوت لاين فيو كولابس، يعني ممكن تعمل جدول للموضوعات اللي هتتكلم فيه وتخليه ببساطه جدا يحوله لك لفهرس، هنتكلم في موضوع الاولاني عن كذا، الثاني عن كذا، يبقى يعمل لك اوت لاين، وتعمل هاند اوت بسهوله قوي عليه، تعمل ملخص او سمري ليك اللي هو يتوزع على الجمهور اللي هو اسمه هاند اوت. ميني جرافيكس اوف سلايدز سبيس فور نوت تيكن، وتسيب في اماكن للجرافيكس وتسيب في اماكن لاخذ الملحوظات، عشان يبقى الراجل بدل ما ياخد ملحوظه في جيبه لا ياخدها في ايه؟ في ورقه انت مديها له مكان يكتب فيها. وايه تاني من مميزاته او الفيتشرز اللي بيقدمها، الحاجات اللي بيدعمها يعني؟ الالكترونيك برزنتيشنز فيها صوت، ممكن فيديو، ممكن احط فيديو في العرض، ايوه ممكن جدا عادي خالص يعني، ممكن احط انيميشن، ممكن احط حاجه تتحرك، كل ده ينفع. يبقى دي من المميزات اللي في العروض التقديميه، انا مثلا بتكلم عن موضوع معين فقمت حاطط فيديو يساعدني ان انا شغله وانا بشرح فتشوف الكلام فتفهم احسن. اكشن ايتمز، ممكن تحط اسمها ايه يعني، ممكن تعمل حاجه وانت شغال،
ممكن اضيف معلومه للبرزنتيشن وانا بشتغل بالفعل، ده مش عارف اعمله على السبوره مثلا اللي انا مجهزها قبل كده او الحاجه. لا لا، هنا يبقى اسهل بكتير. اجنده فور نيكست ميتنج، وممكن احضر الحاجه اللي هقولها او الاوت لاينز اللي هقولها في المحاضره القادمه. انك تستخدم باوربوينت، مميزاتك ايه؟ ايزي تو ليرن، سهل جدا تتعلمه، اكتب على النت تعلم باوربوينت في 3 دقائق بدون برامج، هيجيب لك الحل على طول. توكس تو اذر مايكروسوفت بروجرامز، وتقدر ببساطه تربطه ببقيه برامج مايكروسوفت، يعني ممكن اخد فايل من وورد افتحه على باوربوينت واعرضه، حاجات الدنيا حلوه قوي يعني. ال سي دي بانل اور داتا بروجيكتور، ممكن اشغل اللي عليه على ال سي دي هات اللي هي الشاشات يعني، وعلى البروجيكتورز برده بيشتغل بسهوله قوي، وهو مناسب جدا للحته دي اصلا. ولاود سبيكرز تقدر تتكلم فيه، يعني اقدر اشغل الباوربوينت برزنتيشن وانا مشغل المايك وبتكلم، فهي تبع المايكات يعني. نصايح عشان تستخدمه، بيقول لك اتعلم، يكون عندك مهاره كافيه في الجزء بتاع السوفت وير، انك ازاي تستخدمه يعني، يكون عندك سوفت وير كومباتيبلتي. اونلاين هيلب، ممكن تطلب مساعده على النت، انك اي دي مشكله تقف معاك تكتب على النت هاو تو سولف كذا. نافيجيشن، انك ازاي تالف فيه صح، تعلم ازاي تالف في الباوربوينت صح، تنزل السلايدز ازاي، تعمل ترانزيشنز ازاي، انتقالات، الكلام ده. بيبر باك كوبي، يكون معاك نسخه ورقيه منه. تيرن سكرين وايت، انك ازاي تخلي انك تخلي الصفحه بيضه خالص وانت بتكتب، تنظفها كويس يعني، تخلي ما فيش اي اليمنتس متبعتره كده ولا اي حاجه، تخلي الصفحه فاضيه عشان تعرف تكتب على النظافه زي ما بيقولوا. باوربوينت كونز، باوربوينت كونز هيقعد يقول لك بقى عيوبه 3 ساعات. بص هو حرفيا بيقول لك ما تستخدموش اصلا يعني، بص ركز بقى. It can easily be abused. بص عايز اقول لك حاجه، ملخص العيوب اللي هيقولها تحت كلها تدور في نقطه واحده بس، وهي ان البرنامج هيغلب اللي بيستخدمه، البرنامج هيبقى هو ايه اللي بيطغى عليك، هي هو اللي هيخليك تضيع وقتك فيه ومش هتركز على طريقه القائك، هيخليك تضيع وقتك في الفيجوالز اللي فيه مش على طريقه القائك، فهو دايما هيدور في الفلك ده، فركز فيها. يقول لك it can be easily abused، او it can easily be abused، ممكن يساء استخدامه بطريقه كبيره. طب ازاي يسيء استخدام باوربوينت؟ في النقط الاتيه او في النقاط الاتيه. It's easy to create slides. طب دي عيب ازاي يعني؟ ان انا سهل ان انا انشئ سلايدز جديده؟ اه ده عيب. وبيقول لك ان لما تنشئ بما انك بتعرف تنشئ سلايدز جديده بسهوله، بتعرف تعمل صفح جديده فيه بسهوله، فده ممكن يخليك تعمل كميه ضخمه اكتر من اللي انت محتاجها، لان انت ايدك فرطه بقى، وانت شايف البرنامج سهل عكس الكتابه اللي بالايد، فانا هفضل اعمل بقى سلايدز في الثانيه في الثالثه واحط 50 صوره، طبعا هيخليك تعمل ايه؟ حجم اكبر من اللازم، فهيخليك تميك فار مور ذان ار ابروبريت فور ذا برزنتيشن، تعمل اكتر من المحتاج او اكتر من المناسب. طب ايه تاني؟ بضيع وقتي، ما لما هعمل اكتر اضيع وقت، يبقى تويست ستوب ات ويست تايم. يو كان سك اب بريشس تايم تويكينج ا برزنتيشن، ممكن تضيع وقتك الوقت الثمين بتاعك في انك بتقلب في برزنتيشن، عمال تعمل صفحه ورا الثانيه، وهو شبه الكحول او شبه الكحول الخمره يعني، في ايد واحد سكير، ان هي السكير محتاج خمره والخمره في ايده، يبقى ايه؟ هي الشفره. فانت نفس الكلام، انت شخص لقيت ان بيتعمل سلايدز بسهوله قوي، وانت راجل عندك شغف زي ما قلنا انك عشان تعمل برزنتيشن عندك شغف، فهتفضل تكتر بقى تكتر ده وقت، يبقى ات ويست ساين. طبعا اسباب مش مقنعه خالص، بس خلينا ماشيين مع الكلام يعني. باوربوينت عظمه يا جماعه، عظمه بجد. ات تيكس تو ماتش كنترول اواي فروم ذا برزنتر، بياخد جزء حيز اكبر من اللازم من البرزنتر، بيبقى هو المسيطر، بيبقى هو الاهم، العنصر الاهم عنك انت، فطبعا شيء سيء. عكس السبوره مثلا، تبقى انت العنصر الاساسي في الوقفه في الايفنت، والسبوره عامل مساعد. لما بنعمل برزنتيشن قوي بالكمبيوتر بيبقى هو شبه هو الاساسي وانا مساعد وانا اللي بتكلم، فاهم الفكره؟ It makes for ugly presentations، دي بيقول لك ان ممكن انت تكون مش مصمم، ما عندكش قدره عاليه في التصميم، فتعمل برزنتيشن شكله سيء جدا. بيقول لك اغلب الناس مش متدربين على الديزاين، فبيطلع نتائج مقززه، فاهم الفكره؟ عمل تصميم بتاع كلب البحر، فمش هينفع يعرضه خالص يعني، عامل لي صوره اسمه ايه؟ ايا يكن، عامل تصميم وحش. بنسميه كده تصميم كلب البحر، فاهم الفكره؟ اللي هو تمبلت اسمه كده جميل. فهو بيقول لك ان هو ممكن يتعمل بيه تصميمات سيئه لان الناس مش كلها مدربه على الديزاين. ايه 5 نقط في الكونز بتاعه الباوربوينت؟ كل واحده من دول بيسالك فيهم، قلت لكم كلهم بيدوروا في نفس النقطه، وهي it too easily becomes a replacement for the presenter، نفس اللي فوق، ان هي بتحل محل البريزنتر، بتبقى هي العامل الاساسي، not a reinforcement، وليست وسيله لتعزيز السبيكر، هي المفروض حاجه بتساعدني مش هي الاساس، فهي اتحولت من مجرد اداه بتساعدني لان هي الاساس في العرض ده، انا بقيت بس ده انا اللي عامل مساعد. Presenters rely too much on the slides for structure، بقى الناس اللي بيلقوا او الناس المقدمين بيعتمدوا عليها اعتماد كلي بصوره كبيره، وده بيقلل من قدرتهم هم على الالقاء.
طلع كلهم كل النقط الست نقط دول بيدوروا في نفس الايه؟ في نفس الفلك، كلهم حوالين نفس الحوار، ان هي هتخرجك من مود انك انت اللي بتشرح لمود انك انت بتساعد السلايدز انها تأدي وظيفتها. طبعا ده شيء سيء. Presenters fail to establish the connections necessary to make their message memorable. يعني بيقول لك اما بيكون قدامي عروض تقديميه بالكمبيوتر بس كده، انا مش في انا مش في الصوره زي السبوره العاديه، فساعتها انا بفشل في ان انا اوصل لك بعض الحاجات اللي لازم ان اكون بستخدم فيها ايدي، او بستخدم فيها التواصل البصري او التواصل اللي هو الاي كونتاكت، بفصل بفقد الكونكشنز اللازمه او الضروريه عشان اخليك تفتكر المعلومه دي، ما بقدرش احققها في حاله البرزنتيشنز اللي بالكمبيوتر. فدي من العيوب. نخش في الموضوع اللي وراه، ازاي تبقى بتتكلم صح، ازاي تقول كلام بليغ. فهيديك شويه نصايح، جاب لك ارسطو والبلاغه بتاعت ارسطو او طريقته الخطابيه. الريتريك معناها ايه؟ البلاغه او الخطابيات، علم الخطابيات، البلاغه، خلينا نسميها بلاغه. الريتريك، الريتريك دي معناها the art او هو الفن of effective or persuasive speaking or writing، هو الفن اللي بيتكلم عن مدى فاعليه وتاثير واقناع الخطاب المكتوب او المسموع. اللي انا بتكلم ازاي يبقى كلامي مؤثر او كتابتي مؤثره. العلم اللي بيدرس ازاي تخلي الاثنين دول مؤثرين او ليهم فعاليه اقوى اسمه الريتوريك، اللي هو البلاغه، ازاي العلم بتاعك او الكلام بتاعك يبقى بليغ، يعني بيوصل او مؤثر بالمعنى احسن. زي ما بنقرا كده في المعلقات مثلا، المعلقه كلام بليغ. ليه كلام بليغ؟ ان بيوصلك المعنى بصوره قويه جدا. لما تلاقي مثلا عمرو بن كلثوم يقول لك الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، تلاقي كلام بليغ فبيوصلك معلومه حلوه، اللي هو يعني الراجل متعصب ومتضايق من اللي هيجعل عليه. ايثوس، ايثوس معناها ايه؟ دي اي حاجه متعلقه بالروحانيات بتاعت الكاركتر اللي قدامنا. السبيكر لازم يبقى ليه روحانيات. يعني ايه روحانيات؟ يعني عنده مهاره في ان يوصل لك المعلومه ويقنعك بيها بطريقه حلوه، عنده روح. يعني يقول لك ده الراجل الفلاني ده عنده روحه بيتكلم، يعني ايه؟ ها كده يقدم لك المعلومه بالكاركتر بتاعته قويه، الشخصيه بتاعته قويه، فبيقدر يقدم لك معلومه بطريقه حلوه. يبقى هو كده يمتلك جواه حاجه اسمها الايثوس. ايثوس او ايثوس منتظمه منطقه هي convincing by the character، ان اقنعك بواسطه الشخصيه اللي بتلقي. طب البيثوس، البيثوس دي معناها ايه بقى؟ دي العواطف اللي انا بقدمها، ان انا اقنعك عن طريق ان انا اثر في المشاعر بتاعتك، في الايموشنز بتاعتك، فدي بنسميها بيثوس. يبقى يجي لك في سؤال يسالك ايه هي الريتوريك؟ ده علم البلاغه اللي هو بيدرس الافكتيف او الافكتيفنس، تاثير بتاع اي حاجه مكتوبه او مسموعه، spoken او written. الايثوس دي ان انا اثر فيك بواسطه الكاركتر. اما البيثوس ان انا باثر فيك بواسطه ان انا باثر في مشاعرك انت، في الريدرز ايموشنز. جميل، هيجي لك الاثنين دول في الامتحان، ركز فيه. الايثوس متعلقه بالكاركتر، البيثوس متعلقه بالايموشنز، كل كلمه اربطها بكلمه على طول. دي بنسميها روح، روحانيات، دي مرتبطه بالروح بتاعتك. البيثوس معناها ايموشنز اصلا، ترجمه حرفيه بس من اللغه اللاتينيه. لوجوس الشعارات، او الشعارات مهم، يعني ان انا اقنعك بواسطه الشعارات. يعني ايه؟ بقول لك ده شعار الشركه كذا، يعني عنوان ليها، يعني سبب معين كده، سبب منطقي ليك. فانت ممكن تقنعني بواسطه استخدام الريزنينج او الاقناع او السببيه، او ان تقول لي الاسباب يعني بتاعت الحاجه المعينه اللي تقنعني بيها، فده بنسميه لوجوز، يعني تحط شعارات ليك. جميل، افتكرها بالحته دي. يبقى باختصار تاني ممكن نقولها بتعريفات اخرى، الايثوس هي متعلقه بالكاركتر، اللي هي هاو سبيكرز كاركتر، ازاي شخصيه كاركتر عامله ازاي، يعني سبيكر شخصيته مالها، قويه ولا مش قويه ولا ايا يكن. فانا كواحد بحط السيناريو باثر فيك بواسطه الكاركتر، يبقى اسمي بتك على الايثوس. اند كريديبيليتي انفلوينس اودينس. طب البيثوس بقى لا، بستخدم الايموشنال ابيلز تو التر اودينس جادجمنت، عشان احصل على حكم الجمهور المسبق، استبق حكم الجمهور، اخليهم يدوني يعني ايه، اخش مشاعرهم فخليهم ياثر على حكمهم يعني. جميل. اللوجوز ان انا بركز على الاسباب اللي انا اللي هخليك تبني بيها الحكم ده، يبقى بتكلم معاك بشكل منطقي بحت، شكل ريزنينج، ده بنسميه لوجوز او شكل الشعارات. ان انا بخليك تحط شويه نقط كده، شعارات كده ليك، هي دي اللي هتخليك تقتنع بالراي بتاعي على اساسها. اما البيثوس لا، بركز على المشاعر، الجزء العاطفي اللي في الموضوع. الايثوس بركز على الكاركتر اللي هيقدم الموضوع. يبقى الموضوع عشان اقنعك بيه ممكن اقنعك بثلاث طرق، يا بالكاركتر اللي هتقدمه، ان هو شخص قادر جدا على ايصال المعلومه او قادر جدا على اقناع الناس، او ان انا اثر في مشاعرك او اثر في عقلك. البيثوس مشاعرك، اللوجوز عقلك. ثلاث نقط تحفظهم هيكون في الامتحان باذن الله. نكمل. الايثوس هي ايه؟ Presenters fail to establish ethos their most powerful appeal. الناس دلوقتي المقدمين بيفشلوا في ان هم يبنوا كاركتر ليه، بيفشلوا في ان هم يبقوا عندهم كاركتر قوي، وبالتالي
هي اصلا ايه الايثوس؟ هي البيرسونال ابيل اوف ذا سبيكر، هي المظهر الاساسي او الشكل الاساسي او اهم عنصر في المتحدث، والروحانيات اللي جواه ازاي، الكاركتر بتاعته عامله ازاي. اتس منشند باي ارسطو. ارسطو ده، ارسطوتل ده، عم ارسطو ايه هو اللي شرح المفهوم ده. ات انفولفز بوث فيربال اند نون فيربال اليمنتس اوف ذا مسج، بتشمل الجزء اللفظي وغير اللفظي، يعني مش بس الكاركتر في الكلام اللي هيتقال، لا في الاشارات، في الايماءات، في الحاجات دي كلها، لازم يكون الكاركتر او البريزنتر يتحلى بالحاجات دي كلها اللي هي بنسميها الايثوس. With PowerPoint, however, many of these elements are planted or negated. يعني حتى الراجل من كتر كله في PowerPoint حاطط لك نقطه هنا في ذم PowerPoint، بيقول لك PowerPoint ده من عيوبه ان هو الحاجات دي كلها، الجوانب بتاعت الايثوس دي كلها فقدت فيه، لان ما بقيناش نعرف نشوف الكاركتر اصلا. Missing elements of ethos. Speakers, الحاجات اللي بقى اللي موجوده دلوقتي بقى الواقع المؤلم، يعني speakers don't look at the audience and the audience don't look at the speaker. يعني الاثنين ما بقوش يبصوا على بعض اساسا، ما بقاش في تواصل بينهم. The subtle non-verbal cues are lost such as eye contact, posture. العناصر الأساسية اللي هي الغير لفظية اللي مش شرط يبقى فيها كلام، اللي هي الإيماءات والإشارات والحاجات دي كلها، اللي هي التواصل بالحاجات الغير كلامية، فقد في الوقت الحالي. فده أضعف من أو أدى إلى ضعف في الإيثوز. زي إيه طيب؟ زي الآي كونتاكت، ما بقاش في آي كونتاكت، ما بقاش في تواصل بصري ولا بوستر ولا تواصل بالمكان الموضع بتاعك او بالشكل بتاع حركه ايدك وحركه جسمك تروح وتيجي والكلام ده، فكل ده فقد. فده بيقول لك ايه الحاجات المفقوده في الايثوس. Presentations tend to be read off the slide or hand out flattening delivery. يعني بيقول لك هي كاد يكون دلوقتي ان يكفي في البرزنتيشن او يقوم مقام البرزنتيشن انك تقرا السلايدز وخلاص، لان يبقى هي بقت محصله بعضها. اللي بيدي لك ما عندوش ايثوس، فانت يا شباب بتقرا السلايدز وخلاص، فاهم فكره؟ او الهاند اوت اللي فيه ده الملخص. يعني اخر ملحوظه، an effective presentation should keep the audience attention without depending on visuals. البرزنتيشن الفعال لازم يحافظ على بقاء تركيز الجمهور حتى لو هو مش مستخدم اي فيجوال، حتى لو مفيش اي سبورت، لازم يبقى الشخص اللي بيقدم البرزنتيشن ده عنده القدره ان يجذب انتباه الجمهور بصوره مستمره. الفيجوال should be aids، لازم تكون اشياء مساعده مش هي الكوماندرز. دي موضع سؤال السطر ده كده اهو، انا لو وضع امتحان احط لك السطر ده سؤال صح وغلط، هل الفيجوالز شود بي ايدز نوت كوماندرز؟ ايون، لازم يكونوا معاونين وليسوا القاده. مش هو اهم شيء في الموضوع البصريات اللي انت جايبها، لا اهم شيء انت نفسك، انت مش البصريات بتاعتك. They should reinforce the attention factors already present in the presentation. لازم ياكدوا ويعززوا العوامل بتاعت الجذب اللي بالفعل موجوده فيك او موجوده في البرزنتيشن بتاعك، سواء بقى معلومات اللي انت حاططها كويسه او طريقه ادائك. دي البصريات بتساعد في ده، مش هي ده، مش هي الادوات الاساسيه للجذب، لا هي مساعده في الجذب. اخر حاجه خالص في الشابتر، الليسننج مانرز اللي هي اداب الاستماع. لو انت بقى اللي قاعد مع الجمهور تعمل ايه؟ بيقول لك مديك كذا مثال على سوء الادب في الاستماع. يعني بيقول لك هاف يو ايفر وونتد تو ليسن تو ا سبيكر بات يو كودنت بيكوز سمون واز ميك نويز؟ هل عمرك حاولت كنت نفسك تسمع للي بيتكلم بس في واحد مشتت قاعد جنبك؟ اما تقابل حد يقول له يا مشتت، اشتمه باحترام كده، لو عمال يسال وبيضيع وقته وعامل ده ضوضاء كده، فاهم انت دي؟ Have you ever been guilty of carrying a side conversation during someone's speech؟ هل كنت في مره سبب اني قطعت كلام حد عشان تعمل حوار جانبي؟ طبعا ده شيء مش من اداب الاستماع. If you were the speaker, such distraction can make you lose your train of thoughts. لو انت المتحدث في حركه زي كده ممكن تخليك تفقد قطار افكارك، تفقد التسلسل اللي انت كنت ماشي بيه، واحد شتتك خلاص كده بقى مبروك يعني. طيب قواعد rules of audience etiquette، ممكن نطاق etiquette، بص والله نطاق ايه زي ما تحب، يعني ممكن تقولها audience etiquette etiquette. بس انا مفيش حاجه اسمها etiquette، دي كويت ده اللي انت بتنزلها ترانزيت وانت رايح تحج، مفيش حاجه اسمها كويت دي خالص. ممكن واحد بقى خريج مدارس انترناشونال يقول لي rules of audience etiquette، etiquette دي ما بتقولهاش هنا، لو شفتك بتقولها هروحك. جميل، ايه النصايح بقى الاولى عشان اتحلى باتيكيت بتاع ان انا ابقى جمهور محترم، انا كواحد من الجمهور يعني. ارايف اون تايم، اوصل في ميعادي، بلاش تيجي متاخر، يعني منظر وحش واحنا قاعدين في البروجيكتور والقاعه مقفوله، واحد بيفتح الباب ويعرف الخالي كلهم ان هو جه ويقوم داخل قاعد والنور اتضرب في الشاشه، فبلاش اوصل في وقت. تيك اوف يور هات وانت داخل، اقلع القبعه لو انت راجل يعني عشان احتراما للي قاعدين، يعني ده نصيحه من عنده جدعانه كده. ستاند فور ذا ناشونال انثم، لو النشيد الوطني اشتغل قوم وقف احتراما للبلد اللي انت فيها. تيرن اوف سيلولار فون، اغلق الهواتف الخلويه اللي هو الموبايل يعني بتاع، اقفله. بي كوايت، خليك هادي، دي اهم نصيحه فيهم، ده عنوان شعار الحياه،
خليك هادي، ما تبقاش زي اي حد شايفه، حتى لو انت شايفني مش هادي ما تبقاش زي، فاهم الفكره؟ يا رب ارزقنا الهدوء يا رب. respond to the speaker، يعني لو الراجل اللي بيدي لك الحوار سأل سؤال جاوب عليه عادي خالص. stay in eye contact and smile، وخليك دايما متواصل معاه بالبصر بتاعك وبتضحك مبتسم، مش بتضحك اللي هو مبتسم. كان عليه الصلاه والسلام لا يرى الا مبتسما، وسيدنا عاشور في البخاري لم اره قط ضاحكا حتى ارى لهواته، يعني عمري ما ضحك لحد ما شفت لا مش كده، متبسم دايما، خليك تبسم كده او اضحك بس ضحكه على نظافه. يبقى دايما خلي عينك متواصله معاه وفي نفس الوقت في ايه؟ في ابتسامه خفيفه. nod your head in agreement، وهز راسك انك موافق على حاجه. يعني هو بقاله ساعه بيقول للجمهور فهمتوا الحته الفلانيه وكله مي، لا هز راسك عرفني انك عشان ابقى معاك. يعني rules of audience etiquette، stay awake، خليك صاحي بلاش تنام ارجوك، يعني ما تجيش احسن. او بيقول لك stepping outside، انك تطلع بره is better than sleeping، احسن من انك تقعد وانت نايم. انت بتدي شعور ان الراجل اللي قاعد ده ملوش لازمه، اللي واقف بيديك الكلام يعني. take deep breaths and take notes، خد انفاس عميقه وخد ملحوظاتك بقى من الكلام اللي هيتقال. انت كشخص مستمع اقعد اكتب بقى ملحوظات ورا الراجل اللي بيقول ده، تكتبها فين؟ ممكن تكتبها في الهاند اوت. clean up your mess before leaving please، يعني علبه الكشري اللي انت كلتها تحت الديسك شيلها وانت ماشي، بلاش تبقى قاعد في الاستاد وتسيب الدنيا بايظه حواليك، قاعد في المدرج وتسيبها وتمشي، لا نظف مكانك. discard gum، ما تاكلش لبانه، تنضخش البنات تجنب اللبان. respect smoke free areas، احترم اماكن اللي ما فيهاش تدخين، ما تدخنش في الاماكن اللي ما فيهاش تدخين، ما تدخنش اصلا. clap when appropriate، صفق في الوقت المناسب اللي هو امتى؟ يجي في ده موضوع سؤال، ده موضوع سؤال. after introduction، بعد المقدمه. at moving parts of the presentation، في المراحل التنقليه ما بين كل بارت والثانيه، بارت الكبيره العنوان الرئيسي. at the conclusion، وفي الخاتمه اما يجي يخلص، يبقى في البدايه في النهايه في ما بين كل موضوع والثاني. conclusions اللي هي الملخصات او النتائج اللي ممكن تستخلصها من كل ده، وهو مراجعه لكل اللي قلنا فوق، ان الباشن هو العنصر الاساسي في البرزنتيشن الكويسه، انك تتعلم ازاي تستخدم الفيجوالز، انك السبيكر هو المهم مش الفيجوالز بتاعته. الاربع ستيبس اللي قلناهم اللي هي اتش بتاعت الهوك تجذب الانتباه، بي بتاعت البادي يعني تدي ادله على كل حاجه بتقولها، ايه بتاعت اسك تطلب من الجمهور يعمل اللي انت عايزه، دبليو اي اي اف ام انك تقول له ايه اللي هيخليه يعمل الحاجه الفلانيه دي، ايه اللي هيعود عليه بالنفع. ايه دي الاربع ستيبس. learn how to deal with platform pitfalls، تعلم ازاي تتعامل مع المشاكل اللي ممكن تحصل زي الجليتشز. شفت انا بلف لك على الشابتر كله، جليتش وهي المشاكل تبع الايكويبمنت، البلاندرز مشاكل الشخصيه اللي انت نسيت سهيت وقعت اي ناكل، المشاكل اللي بره كنتوا الاثنين اللي هي المس هابس اللي هي زلزال كارثه كونيه كده. جميل، تعلم تتعامل مع كل واحده ازاي، قلنا فوق ازاي. باوربوينت از نوت ذا بيست واي تو ميك ان افكتيف برزنتيشن، طبعا ده معتمد على راي كاتب السلايدز وهو دكتور، ان هو شايف انها مش اداه مناسبه خالص للاسباب اللي قالها فوق، واللي هي بالمناسبه ما كانتش مقنعه بالدرجه الكافيه. انا احب الباوربوينت جدا، هو قصدي يعني انها كجانب اجتماعي، يعني ما فيهاش تواصل ما بينك وبين اللي بتقدمه، لما هو اكيد مش يقصد ان باوربوينت كباوربوينت، هو يقصد انها مش اداه فعاله في صنع البرزنتيشن محترم عموما اجتماعيا، انك مفيش تواصل بينك وبين الناس اللي بتقدم لهم البرزنتيشن ده. ووتش فور ذا ميسنج اليمنتس اوف ايثوس، شوف الحاجات اللي فاقدين فيها الايثوس دي، وهي الكاركتر القويه اللي تقدم الحاجه اللي تقدم السبيتش يعني. فولو ذا رولز اوف ذا ليسننج اتيكيت، شوف القواعد بتاعت اداب الاستماع. وكده يبقى خلصنا، هتلاقي 60 سؤال في الوصف حلهم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.